يلا شباب، بسم الله. بص يا سيدي، المحاضرة الأولانية اللي هنتكلم فيها النهاردة اسمها ماشين سيتنج. ماشين سيتنج يعني إيه؟ ماشين سيتنج إزاي نسوق الإيه؟ إزاي نسوق العربية؟ إزاي الجهاز اللي عندك في المستشفى تاخده وتطلع منه أحلى صورة، وتعرف كل الزراير اللي فيه إزاي، وتبقى ما تتكلم مع أبليكيتور ولا تتكلم مع حد، تبقى فاهم كل تفاصيل الجهاز بتاعك. ده الجهاز اللي عندي في المركز بتاع الهرم. ده جهاز ماندراي، جهاز صيني مش قوي قوي، متوسط بس يعني على حسب سعره كويس. تمام، طيب حلو. بص يا سيدي، فتحت الجهاز. اي جهاز دي طبعا بتختلف من مكان لمكان، بس خلينا نقول الايه الجنرال انفورميشن. بتدوس على كلمة اسمها بيشنت، اللي هو الزرار ده. تدوس على زرار ايه؟ بيشنت. دي اول حاجة خالص حضرتك اول ما تفتح الجهاز بتعملها. طبعا دي بتختلف، في مكان بيبقى اسمه ريجستريشن، في مكان بيبقى اسمه ايا كان اسمه ايه، بس في زرار اللي انت تبدا فحص جديد لشخص جديد باي دي جديد. تمام كده، يبقى ده اول زرار، اول زرار هتدوس عليه. كويس، بتيجي تدخل اسم العيان، تدخل اسم العيان، بتدخل سنه، بتدخل على حسب الجندر بتاعه اكوردنج، انت عايز تدخل ده ولا لا في المكان او المؤسسه بتاعتك. وبعدين بتختار من الفحوصات دي الفحص اللي انت هتشتغله. لاحظ كده كاتب لك ابدومين، اوبس، جاينا، كارديو، انت عايز تشتغل ايه؟ لان الجهاز بيبدا يظبط نفسه مبدئيا على حاجه معينه. تمام كده، فانت هتدوس على زرار الاول اسمه نيو بيشنت، يخلي لك الحاجات دي كلها بيضه، ماشي، يعني ما فيش فيها اي داتا. تمام، وبعد كده حضرتك بتقوم مختار الفحص اللي انت عايز تعمله. اللي احنا مثلا في حاله الدوبلر هنشتغل فحص اسمه فاسكولار، نشتغل فحص فاسكولار. تمام، وانس ان انت اخترت الفحص بيبدا الماشين تظبط نفسها على حاجه معينه. يعني ايه؟ انا هنا كنت مختار اوبس، غيرتها واخترت ابدون، الماشين على طول دايركتلي بتظبط نفسها ان انت في فحص اعمق شويه. فتلاقي مثلا حتى هنا تلاقي مثلا الديافرام ابيض شويه من هنا، هي من غير ما انت تظبط اي حاجه، من غير ما تظبط اي عوامل ولا تظبط اي حاجه، هو الجهاز بيرتب نفسه بطريقه معينه، يبقى عارف ان انت ده فحص قريب ولا بعيد. يعني حاجه زي الثيرويد تحت السكين مباشره، او حاجه زي البريست، ولا بنتكلم في حاجه عميقه نازله لتحت خالص. ممتاز، فدوسنا على زرار بيشنت وكتبنا النيو بيشنت ودخلنا الداتا بتاعته واخترنا الاكزام اللي هنشتغل عليه. ندوس بعد كده على حاجه اسمها بروب، نختار البروب اللي هنشتغل بيه. تمام كده، طيب اما بتختار البروب بيطلع لك شاشه كده قدامك فيها الاختيارات دي. انت عايز تشتغل 4 دي بروب التخين المقلبس ده اسمه 4 دي، ولا ابدومين اللي هو الكونفكس بروب او الديب بروب، او اللينير بروب او السوبرفيشال، او الايكو او الكيرف لينير. طبعا بتختلف من مكان لمكان. في اجهزه بتاكتف وان سوكت، يعني تلاقي يديلك اختيار واحد بس، يعني يقول لك مثلا لا تشغل ابدومين، عايز تشغل فحص تاني تضطر تفصل الابدومين خالص وتشغل التاني. في اجهزه بتشغل مالتي سوكت، زي الجهاز ده مثلا بيشغل اربعه، ماشي، فانت اكوردنج للجهاز بتاعك شغال بانهي سوكتس فيهم او كام سوكتس هي اكتف. يعني لو انت مثلا عايز تشغل حاله ترانس فاجينال، ترانس فاجينال في حاجه زي كده، مفيش البروب بتاع الترانس فاجينال او الترانس ريكتال، بتضطر تشيله تفصله خالص من الجهاز وتركب مكانه بروب الترانس فاجينال. تمام، فده كده اسمها اكتف سوكتس. انا بقول لك الكلام برضو اللي عايزك لما يجي لك ان شاء الله، اما يجي لك ابلكيتور او يجي لك اي حد يقف معاك في المستشفى، تبقى انت بتعرف تتعامل معاه، ما تبقاش بس ايه واقف كده مش عارف هو بيقول ايه. ده نمبر اوف اكتف سوكتس، الجهاز ممكن يشغل كام حاجه مع بعض، الجهاز ممكن يشغل كام حاجه مع بعض. ممتاز، طيب حضرتك بتختار مثلا ان احنا نشتغل دوبلر او نشتغل كاروتيد، فبتختار فحص مثلا البروب لينير على طول، بتختار منه كاروتيد او عايز تشتغل لور ليمب اكستريمتي او اكوردنج. تمام كده، طيب ممتاز. بص بقى، وانس ان انت اخترت، هو خلاص شغال لك واكتف لك البروب. عندك الثلاث زراير او الاربع زراير دول في مدى الاهميه. ده زرار اسمه البي مود، البي مود، وطبعا ده اللي انت بتشتغل عليه او الجهاز بيفتح عليه دايركتلي، يعني مجرد ما انت شغال اللي هو زرار السونار العادي، الالترا ساوند العادي. تمام كده، فانت بتدوس عليه، ده زرار الالترا ساوند. بعدين جنبيه زرار اسمه كالر مود، او في بعض الاجهزه اسمه سي، في بعض الاجهزه اسمه سي او كالر مود، ماشي. ده مجرد ما تدوس عليه يبدا يجيب لك البوكس اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي اسمه الكالر بوكس، ويعمل لك الماب اللي اسمها الكالر ماب.
ده اسمه بلسد ويف مود، بلسد ويف موف، وده طبعا اللي بيجيب لك شكل الترايفيزيك او البايفيزيك، يبدا يكتب لك الحاجات دي. ده اسمه الام او الام مود، وده طبعا بنستخدمه في حاجات الفيتال ايكو، بنستخدمه في حالات الفيتال ايكو او بنستخدمه في حالات السوركس في بعض الاوقات زي ما اتكلمنا عليه. طيب هتلاقي في زرار تاني كده، هتلاقي في زرار تاني كده اسمه باور، واقف جنب الكلر كده، فده مقصود بيه ايه؟ الباور دوبلر. الباور دوبلر اللي هو ما بيفرقش معاه الاتجاهات، يجيب لك بس اي حاجه بتتحرك من غير الاتجاه بتاعها. طيب وفي زرار اسمه سي دبليو، حد يعرف ده اختصار ايه؟ سي دبليو ده اختصار ايه؟ حد يعرف يا شباب؟ سي دبليو ده اختصار، ممتاز ممتاز، اختصار الكونتينيوس ويف. كونتينيوس ويف دي بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في ايه؟ كونتينيوس ويف دي في الايكو، يبقى السي قلنا افتكر السي مع السي، ده مع الكارديك مع الايكو مع الكبار، والبالسد ويف ده اللي هو بتاعنا احنا وكده. هتلاقي ان انت تدوس عليه تاكتفه او ما تاكتفهوش. تمام؟ طيب حلو، هنشتغل ازاي بقى؟ ركز بقى، عشان احنا عندنا كل الحاجات دي بتطلع لك صوره حلوه. 9 حاجات في البي مود بلس 4 و2 6 حاجات في الكالر مود بلس 4 و6 9 في البلسد ويف مود. فدول كام حاجه؟ كام حاجه كده لازم تعرفهم؟ دول كام حاجه؟ 9 و6 15 و9، دول 24 حاجه حضرتك المفروض تعرفهم. طبعا لو انت شغال على الجهاز صعب جدا تفكر في 24 حاجه في نفس الوقت، وتبقى عايز تعرف مين فيهم اللي اشتغل عليها ومين زرار اللي ادوس عليه، اكيد هتتلخبط. عشان كده هرتبهم لك بطريقه تحفظهم، وتعمل زي زمايلك اللي حضروا المرات اللي فاتت، تبدا تروح تطبقهم ان شاء الله على نفسك، ان شاء الله على نفسك، يعني بعد تقعد على نفسك كده، جيب الجهاز وتقعد ماشي وعلى نفسك كده تطبق ال 24 حاجه دول، تمام؟ لغايه ما تتاكد ان عينك خدت ازاي تطلع احلى صوره من جهاز السونار، عينك تتاكد من كده، وتبعت لي الصور دي وتقول لي رايي فيها، تمام؟ وهنمشيهم مع بعض عشان نبقى ايه، متفقين. يلا ماشي، اول حاجه دوسنا على زرار البي مود، او من غير ما ندوس عليه احنا داخلين اوريدي اكتيفيت، الجهاز بيبقى اكتيفيتد على البي مود. اما تفتكر كلمه بي، افتكر البدر، يبقى بي افتكر البدر، البرايتنس، الحاجه اللي بتنور، صح كده؟ الحاجه اللي بتنور برايتنس، فكلمه بي تفتكر كلمه بدر. يعني ايه بدر؟ يعني البي اختصار برايتنس، والدي اختصار الديبث، والار اختصار الريزوليوشن، تمام كده؟ هقسمهم لك وبعدين هنجمعهم في الاخر ما تخافش، بس انت امشي معايا واحده واحده لغايه ما تحفظهم، وال 24 حاجه دول تبقى قاعد على الجهاز بتعرف تطبقهم بسرعه جدا. يبقى انا مجرد ما فتحت الجهاز لازم اظبط الصوره بي مود قبل ما اعمل كلر او سبكترال ويف، ابقى شايف الصوره بالبي مود حلو، تمام؟ يبقى اول حاجه فيها، اول ما افتكر كلمه بي مود او البرايتنس او البياضات، افتكر البدر، ان هو ابيض زي البدر، يبقى البي تدل على برايتنس، الدي تدل على بي دي ار بدر، البي برايتنس، الدي الديبث، الار الريزوليوشن، تمام كده؟ نمشي معاهم واحده واحده ونطبق الدنيا. يلا يبقى البي مود، معلش ركز بقى معايا عشان عايزك تحفظ. البي مود بنفتكر كلمه ايه اول ما ندوس عليها او نقف عليها؟ بنفتكر كلمه ايه؟ ممتاز ممتاز، افتكر كلمه بدر، حلو كده؟ ركز بقى معايا، ركز بقى معايا. طيب بص، انت دوست على زرار البي مود ده، او كنت شغال على اي حاجه على الكالر او السبكترال او الام مود، وقمت دايس على البي مود تاني، او لو انت مجرد ما تفتح الجهاز على طول هو بيشتغل اوريدي على البي مود، هو بيشتغل اوريدي على البي مود، لكن لو انت مأكتف ده او مأكتف ده او مأكتف ده، تقوم دايس على الزرار ده اللي هو بي مود، يرجعك للبي مود بتاعك تاني. ايه هو البي مود؟ اللي هو الالترا ساوند العادي، اللي من غير دوبلر ومن غير اي حاجه، اللي هو السونار العادي. طيب حلو، اول حاجه فيهم هنبدا بالدبث،
نبدأ بالدبث. بص يا سيدي، أي جهاز سونار تفتحه، أي جهاز سونار تفتحه بتلاقي على الجنب كده في أرقام 1 2 3 أو 1 2 3 4 5 6. حد فاهم يعرف الأرقام اللي على جنب دي إيه؟ حد يعرف الأرقام اللي على جنب دي إيه؟ حد يعرف الأرقام اللي على الجنب دي إيه يا شباب؟ ممتاز. الأرقام اللي على جنب دي الدبس. الدبس يعني إيه الدبس؟ بص بقى ركز معايا، هنا البروب بتاعك وهنا البروب بتاعك، تمام كده؟ بيقول لك من عند البروب بتاعك، من عند البروب بتاعك لآخر حتة في الصورة احنا قاطعين قد ايه جوه جسم الانسان؟ حوالي 6 سنتي وشويه، 6 سنتي ونص مثلا هنا، 6 سنتي وشويه. طب هنا من عند البروب بتاعي، من عند السكين اللي هو هنا لاخر حته في الصوره حوالي 3 سنتي ونص. طيب دلوقتي انا عايز اسس الكاروتيد اللي هو ده مثلا، في الحاله زي دي عايز اسس الكاروتيد، تمام؟ طيب بص كده ركز معايا، انا هنا الكاروتيد واقف عند حوالي 2 سنتي تقريبا. ال 4 سنتي دول هل انا مستغلهم من اول 2 لغايه 6؟ هل انا مستغلهم ال 4 سنتي دول؟ انا مستغلهم ولا مش مستغلهم؟ مش مستغلهم، صح كده؟ وبالتالي ال 4 سنتي دول ما لهمش اي فايده عندي. يبقى انت حضرتك ربنا مديك وسع وانت بتضيقها على نفسك. ربنا مدي لك جهاز يوصل لغايه 6 سنتي وحضرتك واخد الصورة 6 سنتي وواخد منهم مستغل منهم تلت الصورة بس. أنا مستغل التلت والتلتين مش مستغله خالص، صح كده؟ طيب الصح بتاعي أعمل إيه بقى؟ الصح بتاعي في الحالة دي أعمل إيه؟ أدجست الصورة، إن أنا في زرار اسمه ديبس موجود على الجهاز، زرار ديبس، أخلي الديبس بتاعي أغيره أخليه يقف عند مثلا 3 سنتي يا دوبك. بعد هو خلي بالك بعد الكاروتيد واحد، بعد الكاروتيد في الناحيتين واحد، هو عند بعد 2 سنتي بشوية، ما بين 2 ل 3 سنتي، ماشي؟ فانا بقول له بعد ال 2 سنتي اديني يا عم 1 سنتيمتر زياده، ماشي؟ انا عايز سنتي كمان زياده بعديه، وانا واقف كده الكاروتيد وشايفه كويس. يبقى في الحاله دي كويسه، الحاله دي كويسه، لكن الحاله دي وحشه. يبقى انا الاورجن اللي انا عايزه اول حاجه خالص اتاكد ان هو ان انا مستغل معظم الصوره، معظم الصوره، وعرفت الحاجه اللي على جنب دي ايه، تمام كده؟ واضحه الصوره؟ تمام. يبقى ده أول زرار واسمه ديبث. تاني زرار اسمه زوم. تاني زرار اسمه زوم. يعني إيه زوم؟ زي ما أنت بتعمل مع الموبايل بتاعك زوم على حاجة أو تطلع زوم أوت، لا زوم إن لا زوم أوت. بمعنى بص كده، البعد هنا من أول بروب لغاية تحت كام سنتي؟ لو قلت لك ان هي 4 مثلا يبقى كام سنتي؟ يبقى البعد هنا كام سنتي يا شباب؟ 4 سنتي، صح كده؟ من اول سكين لغايه تحت، ممتاز. طيب هبدا اعلمك شويه حاجات وركز فيها شويه، ركز فيها شويه. البروب هنا هل انت شايف؟ بص الحته دي، الحته اللي من اول هنا دي هي الحته دي، وبعدين في حته فوقيها اللي هي مثلا لغايه هنا، فين الجزء ده في الصوره؟ فين الجزء ده في الصوره؟ مش موجود هنا، صح كده؟ نقول تاني، الحته دي هي الحته دي، والحته اللي فوقيها يا دوبك واخده حته من الحته دي، امال فين بقيه الصوره؟ ماشي. هو اللي انا عملته هنا ايه؟ اللي انا عملته هنا ايه؟ ان انا دخلت جوه الفيزلز اكتر، جوه الفيزل اكتر، عملت زوم، عملت زوم، دخلت جوه اكتر. طيب هبدا اعلمك شويه حاجات من الزراير اللي بتبقى على جنب اللي كلنا بنطنشها دي. شايف الزراير اللي على جنب الحاجات الارقام اللي على جنب اللي كلنا بنطنشها؟ نبدا نركز فيها. الدي لما بيقول لك 3.8 او الدي الثانيه دي 3.8 في صوره رقم 1 وصوره رقم 2، قصده ايه ب 3.8؟ يعني ايه قصده دي 3.8؟ حد عارف يعني ايه؟ ايوه ممتاز يا محمد، ممتاز يا ياسمين، ممتاز يا هبه، بالظبط.
يعني العمق بتاع الصورة من أعلى حتة في الصورة لأوطى حتة في الصورة 3.8 سنتي. ممتاز، حلو. يبقى زرار الإعجاب ده أول زرار نقفشه أهو، أما بيكتب لك كلمة بي يعني هو شغال على بي مود، تمام، و3.8 و3.8. ممتاز. طيب أنا هنا مش شايفها واصلة لغاية 3.8، أنا شايف 3 بس، ومش شايف فوق بادئة من الزيرو، لا ده انا شايفها بادئه تقريبا من النص. ايه اللي انا عملته؟ قال لك انت هنا في الصوره رقم واحد عملت زومنج بمقدار 1.5، دخلت جوه الصوره بمقدار 1.5، تمام كده. يبقى احنا عرفنا الزرار ده يعني الديبث، وده يعني زوم، تمام كده. عرفنا الفرق بين الصوره دي اللي فيها زوم والصوره دي اللي ما فيهاش زوم، مع ان الاثنين ديبثهم واحد، انا ما غيرتش الديبث، ماشي. طيب نخش على المعلومة رقم 3. المعلومة رقم 3 دي بتختلف ما بين الأجهزة، حاجة اسمها الوايد فيو. الوايد فيو في بعض الأجهزة اسمها وايد فيو، بعض الأجهزة اسمها ترابيزويد فيو، بعض الأجهزة اسمها فيرجوال كونفكس. يعني ايه بقى؟ المفروض الالترا ساوند بتاعي بينزل الصوره كده، الصوره بتاعتي بتنزل مستقيمه كده، جيت هنا خليتها من تحت توسع شويه فبقت نازله بميل، ضيقتها من فوق ووسعتها من تحت كده شويه، تمام. طيب بنستخدم الحكايه دي ليه؟ تعال بس نشوف الصوره الاولانيه، اصلا الصوره بتاعتي بتبان ازاي. الصوره بتاعتي اهي نازله مستقيمه تماما، نازله مستقيمه تماما، صح كده؟ امال ايه الفرق في الصوره اللي احنا شفناها رقم دي؟ سوري، ايه الفرق في الصوره دي؟ انها اعرضت من تحت، بقت عريضه من تحت، وسعت من تحت، تمام. طيب يبقى انا بدل ما انا كنت نازل بالسونار بتاعي على طول دايركت كده، وسعته من تحت، عملت وايد فيو من تحت. الاسم الثاني ليها ترابيزويد فيو، الاسم الثالث ليها فيرجوال كونفكس. كل دي اسماء اكوردنج للشركات اللي شغاله، تمام كده. طيب ليه انا بعمل بقى الترابيزويد فيو ده؟ هو انا كده دلوقتي عامل ترابيزويد فيو ولا لا؟ سؤال، انا كده عامل ترابيزويد فيو ولا لا؟ كده انا عامل فيرجوال كونفكس ولا لا؟ انا كده مش عامل، صح كده، انا كده مش عامل. طيب ليه بقى انا بعمل الترابيزويد فيو ده، او ليه بشتغله؟ بص بقى، عشان انا عايز اجيب حاجه زي كده. الاول انا كنت جايب الكومن كاروتد لوحده، طب انا عايز اجيب الكومن كاروتد بالبرانشات بتاعته، فبقول له النبي اشتغل لي بزاويه عريضه شويه، عرض صورتك شويه، كبر صورتك شويه، عشان بدل ما انا كنت شايف كده بس، بدل ما كنت نازل خط مستقيم، لا كبر الصوره، هات لي البرانشات بتاعته، تمام. فده احد الاجهزه اللي بنستخدمها برضو عشان نزود الدبس بتاعنا. نجمع تاني، عندنا البي مود. البي مود كلمه السر فيه اسمها ايه؟ البي مود كلمه السر بتاعته اسمها ايه؟ بسرعه يا شباب، بسرعه عشان ما نختصرش، ما ناخدش وقت كتير في المحاضره. بي دي ار، بدر. احنا خدنا اول واحده، خلي بالك كل واحده في كلمه بدر دي هنديها ثلاث معلومات، كل واحده في كلمه بدر هنديها ثلاث معلومات، يعني دول تسع حاجات في البي مود، تمام. هندي لكل واحده من دول ثلاث معلومات. احنا خدنا الدبث، خدنا فيها ثلاث معلومات، ايه هما؟ اول زرار غيرناه اسمه زرار ايه؟ اول زرار غيرناه اسمه زرار الدبث، صح كده. ممتاز، ممتازين. وده اللي قلنا ان عندنا سنتيمترز على جنب كده بنحفظها او بنشوف مكتوب ازاي. طيب تاني زرار اسمه زوم، ولما بتشغله هو بيدي لك علامه زد كده ويقول لك انت شغال زومنج ولا لا. ممتاز. ثالث زرار اسمه، ممتاز، وايد فيو، وليه اسم تاني، اسم تاني ايه؟ انا عايز تحفظوا الاسماء. الاسم التاني بتاعه ايه؟ ترابيزويد. ممتاز. الاسم الثالث فيرجوال كونفكس. ماشي، يبقى دول اول ثلاث حاجات عرفناهم في الدبس. طيب نخش على البي البرايتنس. لو قلت لك ان دي الصوره رقم واحد ودي الصوره رقم اتنين،
مين فيهم أفتح، واحد ولا اتنين؟ واحد ولا اتنين؟ ممتاز، انت بعينك على طول لاقط ان صورة رقم واحد أفتح من صورة رقم اتنين. ممتاز جدا، ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب تعالى نفتكر مع بعض، هو الدي ده بتاع ايه؟ الدي ده بتاع ايه؟ الدي ده بتاع ايه؟ بسرعة، الدي بتاع الدبس، يعني انا من اول السكين هنا لغاية 3.8 سنتي ماشي. وبص الناحية التانية، تعالى نشوف الناحية التانية، ادي اهو، ادي سنتي، اتنين، تلاتة، وما كملش الرابعة يبقى 3.8. يبقى انا خلاص عرفت الحاجات اللي على جنب وعرفت كده. امال الجي ده معناه ايه؟ الجي ده معناه ايه؟ جي ده معناه الجين او البرايتنس، الجين او برايتنس. فلو قلت لك في برايتنس منهم 86 وبرايتنس منهم 51، تتوقع رقم واحد ده ال 86 ولا ال 51؟ رقم واحد تتوقع ال 86 ولا ال 51؟ طيب إيمان السيد ركزي تاني، إيمان السيد هو واحد أفتح من اتنين ولا اتنين أفتح من واحد؟ إيمان السيد إيه رأيك، مين فيهم أفتح من التاني؟ واحد أفتح، يبقى واحد ياخد جين أعلى، أعلى، يبقى الجين بتاعه أعلى، يبقى دي ال 86 ودي ال 51. تمام كده؟ متفقين؟ طيب ماشي، ممتاز. طيب في إحنا قلنا كلمة بدر تمام، وخدنا الدبس وخلصناه، والبي قلنا هنفتكر كلمات كلها بحرف الجي. اول واحد منهم الجين اللي هو برايتنس اللي هو بزرار جي ده. طيب الجين ده لو حبيت اغيره اغيره ازاي؟ لو حبيت اغيره، عارف زرار بي مود نفسه، زرار بي مود نفسه هو هو نفس الزرار، بتانجله كده او بتحركه كده، هو نفس الزرار بيلف. لا انا ما بكلمش مين صورته احلى دلوقتي، انا بوري لك مين مختلف. انا لسه ما كلمتش، ما حدش يقول مين احلى في الصوره دلوقتي، بس احنا عندنا 24 حاجه هنحطهم على بعض ونطلع احلى صوره. بس انت تعرف بس انت هتغير ايه، اغيره ازاي، ان انا احرك البي ده لا اما كده لا اما كده، هيعلى ده يوصل مثلا لل 86 لل 100، لا اما يوصل مثلا لل 51 او زيرو اكوردنج. تمام كده؟ تمام. طيب تاني زرار، زرار تعال نشوف، لو قلت لك الحته دي والحته دي في الصوره مين فيهم اغمق، واحد ولا اتنين؟ مين فيهم اغمق، واحد ولا اتنين؟ واحد اغمق، صح كده؟ واحد اغمق. طيب هو هنا الجين بتاع واحد 34 وبتاع اتنين 51، يبقى ده 51 الصوره كلها فاتحه وده 34 الحتة دي غامقة. ممتاز كده؟ ممتاز. فأنا هغير برضو الجين عشان أبيض الصورة بتاعتي. فمش شرط مين الغامق أحسن ولا فاتح، أكوردنج أنت شايف الصورة إزاي. مفيش حاجة في دول أرقام ثابتة، مفيش حاجة في دول كل عيان تختلف عن التاني تماما. أنت بعينك بتقعد تظبط الصورة لغاية ما تشوف أحلى صورة أنت شايف إن الصورة دي الأحسن لعينك. تمام؟ نيجي على تاني زرار في الجين، يبقى ده اول زرار في الجين او في او في او في برايتنس، او تاني زرار في برايتنس اسمه، قلنا اول واحد الجين، تاني واحد اسمه تي جي سي، برضه في كلمه جي، تي جي سي. ايه هي التي جي سي دي بقى؟ هتلاقيها عندك على الجهاز اهي، تلاقي على الجهاز كده عندك دايما زراير كده على جنب بعض اسمهم تي جي سي ماشي. طيب ايه بقى وظيفتهم دول؟ ركز بقى معايا، ركز معايا عشان اقول لك وظيفتهم. بص يا سيدي، احنا ما جينا اتكلمنا في الفيزيكس في المحاضرات اللي فاتت، قلنا ان انت طول ما انت نازل بالالترا ساوند ويف بتاعتك، طول ما انت نازل الالترا ساوند ويف عماله تضعف 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 لدرجه ان اللي بترجع لك من تحت بتبقى ضعيفه خالص، اللي بترجع لك من تحت بتبقى ضعيفه خالص. تمام؟ فممكن ده يبقى بون مثلا، والبون المفروض ترجع لي الترا ساوند ويف كتيره وتبان لونها ابيض، فالبون ما يبانش عندي لونه ابيض، يبان عندي لونه اسود. او يبقى كل ده تيشو واحد نفس اللون، يعني كل ده نفس درجه اللون، درجه اللون نفس الدرجه، كل التيشو هنا نفس الدرجه، بس التيشو ده عشان جاله الترا ساوند كتير ورجع كتير يبان لي افتح من ده افتح من ده، وده يبان غامق خالص. فقال لك الحل بتاع الموضوع ده، هنقسم لك الشاشه بتاعه السولار عندك لكام مقطع،
لكام مقطع، وكل واحدة من دول تتحكم في مقطع، كل واحدة من دول تتحكم في مقطع بالعرض كده. فنقول له والنبي الحاجات اللي جايه من تحت بعد اذنك، الحاجات اللي جايه من تحت الضعيفه اضربها لي بفاكتور. مثلا هنضرب دي مثلا في 20، يعني لو مدينا رجع الترا ساوند ويف واحد هنضربها في 20، ودي مثلا مرجع 2 الترا ساوند ويف اضربها لي في 10، ودي مثلا مرجع لها 3 مثلا سي مثلا اضربها لي في 5، ودي مثلا مرجع لي 4 مثلا، او دي اضربها لي مثلا في 7، ودي اضربها لي في 5. فيطلع المحصلة بتاعتك ادي 20 21 20 20، تقوم الصورة كلها البرايتنس كله طالع شبه بعضه، البرايتنس كله طالع شبه بعضه. تاني، ده تيشو، ده تيشو واحد، افترض ان ده الليفر، افترض ان كل التيشو ده الليفر، في تيشو كامل هنا الليفر، اول حتة من الليفر رجعت لك الترا ساوند كتير، مثلا نفترض مثلا ان رجعت 5 الترا ساوند، والتاني رجعت 4 الترا ساوند، والتالت رجعت 3 الترا ساوند، والاخير رجع 2 الترا ساوند. فانا عشان اعدلهم بقول له اضربها لي فاكتور، لان كده هتطلع لي درجات رمادي مختلفه او درجات بيضات مختلفه. فاقول له النبي اول واحد اللي راجع ده بخمسه مثلا سي مثلا اضربه في 2، 5 في 2 مثلا ب 10، او مثلا في 4 مثلا سي 5 في 4 ب 20، وهنا اضربه لي في 5، هنا اضربه لي في 7، وهنا اضربه لي في 10. فتطلع لي الصوره كلها المحصله النهائيه واحد. تعالى اوريك صوره ونفهم مع بعض. بص يا سيدي، انا مش عايزك لو انت مش فاهم الكلام ده، مش عايزك تخلي التي جي سي كده وانت شغال، ما تخليهمش كلهم نازلين مع بعض كده، خليهم نازلين بميل. طب لميل كده ولا كده؟ ميل كده ولا كده؟ ميل كده ولا كده؟ بص، مش مهم يا هند، هتفهميهم دلوقتي، هتفهميهم دلوقتي. مش ميل كده ولا كده؟ بص، هتلاقي الزرار دايما في حته قليله وحته كتيره، خلي اللي تحت ناحيه الكتيره، خلي اللي تحت ناحية الكتيرة. ماشي؟ لو انت مش فاهم اعمل اللي انا بقولك عليه ده، لو انت مش فاهم اعمل اللي انا بقولك عليه ده دلوقتي. خليها نازلة دايما بميل ناحية اللي تحت، تبقى ناحية الكتيرة، واللي فوق تبقى ناحية القليلة. بس اوعى تجيب اللي فوق دي عند الزيرو هنا، ما تجيبهاش عند الزيرو ابدا، ما تجيبهاش عند الزيرو ابدا، لان انت كده هتقول له كأنك اضرب المعادلة في زيرو، فمش هيطلع لك صورة. فلا، خليها دايما كده ايه، بزاوية. طيب تعال نشوف ده على الصور عشان تفهمها القصة باينة ازاي. تعال نمشي مع بعض واحدة واحدة. بص يا سيدي، ده ليفر من أوله لآخره، ده ليفر، وده ليفر من أوله لآخره، ومثبت جميع العوامل، بمعنى الجين عندي واحد، الفريكوانسي عندي واحد، كل العوامل بتاعتي ثابتة، الدبث كل حاجة عندي، الدبث أنا جايب الصورة اهي زي الصورة دي بالظبط. إيه اللي متغير في الصورة دي، في الصورة واحد عن الصورة اتنين؟ الجزء اللي فوق من الصورة انت شايفه تقريبا في الاتنين، انما الجزء اللي تحت في الصورة انت مش شايفه في الاتنين، صح؟ الجزء ده مختلف تماما عن الجزء ده، صح كده؟ متفق معايا؟ متفق معايا الناس اللي مش فاهمة؟ هند، متفق معايا ان الجزء ده مختلف عن الجزء ده؟ طيب ماشي، ركز بقى معايا. بص، لو انا نازل بالزراير بتاعتي، مش انا كان عندي زراير كده وقلت لك ما تنزلش بيهم ورا بعض، تنزلش بيهم ورا بعض، انا الزراير بتاعتي اهي ماشي كده، دول 1 2 3 4 5 6، نخلي 6 زراير هنا برضو، ادي 1 2 3 4 5 6. بص كده يا سيدي، اول زرار، اول زرار عندك، اول زرار في ايه؟ اول زرار من دول، اول زرار من ده، ماشي، اول زرار من ده مسؤول عن اول جزء في الصورة، اول زرار مسؤول عن اول جزء في الصورة، اخر زرار مسؤول عن اخر جزء في الصوره، ماشي، نركز كده معايا. يبقى اول زرار ده مسؤول عن اول جزء، وطبعا الزرار في النص ده مسؤول عن الجزء بتاعه، وهكذا، تمام. كل زرار منهم مسؤول عن جزء معين في الصوره بالعرض. طيب بص بقى، ركز معايا، لو انا دلوقتي، لو انا دلوقتي واقف ببروب الترا ساوند عادي، بروب الترا ساوند اهو واقف عادي، ونزل الترا ساوند ويف قويه، هترجع لي هنا قويه، صح؟ بعدين هتبدا تضعف 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 خالص، لدرجه ان الصوره اللي طالعه لي من هنا ضعيفه خالص، فهبان لي الصوره اللي من هنا زيرو، صح كده؟ مش دي قلنا عليها الاتنيويشن، الاضعاف اللي اتكلمنا عليها في اول مره؟ قمت انا جيت قلت له طب بعد اذنك هطلب منك طلب،
هطلب منك طلب، خلي التي جي سي ده، التي جي سي ده خليه عامل كده. فعمل ايه؟ قال لك اول جزء ده اضربه في واحد، خليه زي ما هو، فطلع لي في الصوره زي الصوره دي بالظبط، ما فيهوش اي حاجه. تاني واحد اضربه في اتنين، فبدا يفتح هنا سنه. تالت جزء، تالت جزء اضربه في تلاته مثلا، فبدا يفتح اكتر، فتلاقي الصوره هنا، الصوره هنا بيضت اكتر. طب الجزء ده اضربه في اربعه، بدا يبان لي احسن واحسن. الجزء ده اضربه في خمسه، بدا يبان لي خالص هنا، يعني دوبك انا شايف الور بالعافيه. رقم كده اضربه في ستة، اضرب لي الالترا ساوند ويف اللي راجعة هنا، اضربها في ستة، فبان لي هنا صورة. لو مش فاهم، لو مش فاهم امشي باللي انا قلت لك عليه. حد فاهم النقطة دي؟ حد فاهم النقطة دي؟ حد فاهم النقطة دي يا شباب؟ حد فاهم؟ ممتاز ممتاز. طيب افتراضا ان انت مش فاهم، افتراضا ان انت مش فاهم ماشي، اعمل اللي بقول لك عليه ده، خلي الصورة عاملة كده دايما، خلي الصورة بتاعتك عاملة كده دايما. لو انت مش فاهم خلي الصورة بتاعتك عاملة كده دايما ايا كان المنظر، تمام؟ بالظبط. كل ما انزل لتحت هخليها تضرب في رقم اعلى، في فاكتور اعلى. باي ذا واي، باي ذا واي، انا بعت لكم فيديو على الجروب عن البي مود، بعت لكم فيديو على الجروب عن البي مود، واتفرجوا عليه على جروب التليجرام ماشي، هشرح لكم الحته دي بالتفصيل، اتفرج عليه على جروب التليجرام. طيب بص هنا، ركز معايا، انا كان عندي اهو مثلا، هنفترض ان هم سته، مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 ماشي، هنفترض ان هم هنا كمان سته، 1 2 3 4 5 6. ركز بقى معايا، ركز معايا، ركز معايا. بص يا سيدي، تتوقع هنا لو انا قلت لك ان القليل، لو انا عندي الشرط كده، القليل الناحيه دي والكبير الناحيه دي، والشرط هنا نفس زيها، القليل الناحيه دي والكبير الناحيه دي، تتوقع الزرار رقم واحد، الزرار رقم واحد حركته ناحيه القليل ولا ناحيه الكتير؟ الزرار رقم واحد حركته ناحيه القليل ولا ناحيه الكتير؟ تتوقع ايه؟ في الصوره دي، سوري معلش، في الصوره دي، في الصورة رقم واحد، في الصورة رقم واحد حركته ناحية فين؟ الزرار ده، الزرار ده حركته ناحية أنهي حتة؟ ماشي، في واحد جاوب كتير، في واحد جاوب، في اتنين، منار جاوبت الكتير. يا منار لو أنا حولته ناحية الكتير الصورة هنا تبيض ولا تسود؟ لو أنا حولته ناحية الكتير الصورة تبيض ولا تسود؟ حولته ناحية الكتير الصورة تبيض، تفتح جامد صح؟ لكن انا هنا حولته ناحيه القليل فالصوره اسودت. طيب هنا زرار رقم 6، بص هنا زرار رقم 6 انا كنت محركه ناحيه الكبير، ناحيه كده، فطلعت لي فتحه. هنا 6 حركته ناحيه القليل، 6 حركته ناحيه القليل فاسودت هنا. نركز تاني يا شباب، نركز، ركزي تاني يا منار، ركزي تاني. انا عندي 6 نقط اهم، ادي 1 2 3 4 5 6، نفس الست نقط عندي هنا، 1 2 3 4 5 6. الحته دي في الصوره، الحته دي اللي عليها نجمه، قارنيها بصاحبتها الناحيه الثانيه عليها نجمه، في الصوره رقم 1 والصوره رقم 2. لو انا عندي البتاع اللي فوق، بص اللي هي البتاع دي، لو انا عندي البتاع دي، شايف البتاع دي اللي هي دي، لو عندي البتاع دي ماشي، لو عندي البتاع دي العلامه اللي فوق الكتيره تقول لي ناحيه الكتير، فتعالى كده ركز معايا بس. لو انا عندي العلامه اهي، الكتيره الناحيه دي، الكتيره الناحيه دي والقليله الناحيه دي، وبرده نفس القصه الناحيه دي، الكتيره الناحيه دي والقليله الناحيه دي، تتوقع في الصوره رقم واحد، الصوره رقم واحد الزرار الاول والثاني حركتهم ناحيه الكتير يبيض لي الصوره، حركتهم الناحيه دي، ولا ناحيه القليل يسود لي الصوره؟ تتوقع ايه؟ ناحية كتير ولا ناحية القليل؟ ناحية القليل سودوا لي الصورة. طيب ممتاز. طيب وفي الصورة رقم اتنين تتوقع ان انا حركتهم ناحية الكتير ولا ناحية القليل؟ الزرار برضو واحد واتنين، تتوقع حركتهم ناحية الكتير ولا ناحية القليل في الصورة رقم اتنين؟ ناحية الكتير لان الصورة بيضت. ممتاز كده. طيب تعال نشوف الزرار رقم خمسة وستة،
كان 5 و6 و5 و6 هنا، هنا في الصورة رقم 1 حركتهم ناحية الكتير ولا ناحية القليل؟ حركتهم ناحية الكتير ولا ناحية القليل؟ رأيكم إيه؟ ناحية الكتير، فبيضت قوي، وهنا حركتهم ناحية القليل. فهمت؟ فأنت تعرف تلعب بيهم. اللي مش فاهم ده يتفرج على الفيديو، يتفرج على الفيديو هيلاقي الكلام ده فيه واضح. خش على الأصعب منها، نخش على الأصعب منها يلا، عشان هنصعب الدنيا شوية. في زرار كلكم مش بتستخدموه وانتوا شغالين السونار، تمام؟ بالظبط. في زرار كلكم اسمه دايناميك رينج. حد بيشتغل على زرار الدايناميك رينج ده؟ حد يا شباب بيلعب فيه وهو شغال سونار؟ واحد من اهم الزراير اللي احنا ما بنشتغلش فيهم خالص. ركز بقى عشان ده زرار حلو قوي، وهيطلع لك، هوري لك هيطلع لك صور جميله ازاي لو انت بتعرف تشتغل عليه. ركز بس، زرار موجود في كل الاجهزه، في كل الاجهزه، مفيش جهاز ما فيهوش، وزرار سهل وبدائي جدا. بص يا سيدي، ركز معايا، ركز معايا، هوريه لك دلوقتي حالا. لو انا عندي من اول هنا، هنفترض ان الابيض هديله درجه 100، الابيض الفاتح هديله درجه 100، والاسود الغامق هديله درجه 0. يعني اي حاجه على السونار هتبان لي ابيض بيلمع هديله 100، اسود غامق هديله 0، تمام؟ لو قسمت الرمادي اللي بينهم 5 درجات بس، 5 درجات بس، يبقى الاسود كله هيقع من اطار 0 ل 20، وبعدين رمادي غامق من 20 ل 40، وبعدين رمادي متوسط من 40 ل 60، بعدين رمادي فاتح من 60 ل 80، وبعدين ابيض من 80 ل 100. مش كده؟ مركز معايا كده؟ طيب هنسمي ده دايناميك رينج 5. 5 يعني ايه؟ عامل 5 درجات رمادي، من اول الاسود للابيض عامل 3 درجات رمادي في النص، فهنسميه دايناميك رينج 5، ماشي؟ لانه واخد الابيض والاسود وثلاث درجات رمادي. طيب انا بقى جيت هنا قلت للجهاز لا، والنبي الابيض اللي هو لونه 100، والاسود اللي هو عند الزيرو، الاسود اللي هو عند الزيرو، قسمهم على 20، قسمهم على 20، يبقى من 0 ل 5، ومن 5 ل 10، من 10 ل 15، 15 ل 20، وهنا مثلا 95، وهنا 90، وهنا 85. فاهم انا عملت ايه؟ قلت له قسم لي درجات الرمادي اكتر، الاسود هيبقى هنا والابيض هنا، وقسم لي درجات رمادي كتير. مستوعب القصه دي؟ مستوعب القصه دي؟ طيب مين اللي يعرف؟ مين يا شباب؟ هل الولاد بالنسبه لهم يعرفوا يفرقوا درجات الرمادي دي؟ هل الولاد يعرفوا يدرجوا، ولا البنات بتعرف تختار الطرح؟ البنات طبعا بتعرف تختار الطرح بكل ذكاء وتعرف. لا ده البنات بتعرف تختار والله، وتقول لك لا دي لونها ليلا ودي لونها مش ليلا. البنات بتعرف تختار درجات الطرح بكل ذكاء. احنا بالنسبه لنا كلهم رمادي، يعني انت لو سالت اي ولد عنده الدايناميك رينج 3، ابيض اسود رمادي، صح؟ البنات بقى عندها حوالي 15 لون في الرمادي مثلا، ماشي؟ احنا بالنسبه لنا كل الدايناميك رينج في عيوننا 3، ابيض اسود رمادي، انتوا عندكم كتير. طيب تفضل جهاز السونار بتاعك يبقى شغال على كتير ولا شغال على قليل؟ ايه رايك؟ تفكر تحب جهاز السونار بتاعك يبقى متقسم الوان كتير ولا قليل؟ تحب ايه؟ ركز معايا، ركز معايا عشان اقول لك هتفرقها ازاي. بص ركز معايا بقى، بص ركز معايا. لو انا عندي فاتي ليفر، فاتي ليفر، الفاتي ليفر لونه بيبان ايه؟ الفاتي ليفر لونه بيبان ايه؟ فاتي ليفر لونه بيبان ايه؟ ابيض، صح كده؟ ابيض. بس مثلا هقول لك ان هو ابيض، هقول لك ان هو ابيض عند مثلا 80 او 81، مش كده؟ هو بيبان لي ابيض بس عند 81، تمام كده؟ ممتاز. طيب الهيمانجيوما لونها بيبان في الليفر، في الليفر ايه؟ الهيمانجيوما لونها بيبان في الليفر، التيبيكال هيمانجيوما لونها بيبان ايه؟
ابيض برضو صح كده، بس هقول لك ابيض عند 96 مثلا، 96 تمام. طيب لو انا مقلل الديناميك رينج بتاعي، ركز كده بقى معايا، لو انا مقلل الديناميك رينج بتاعي مخليه 5 بس، ال 81 هتقع في نطاق الابيض صح كده، هتظهر لي على السونار لونها ابيض. الهيمانجيوما 96 هتبان لي على السونار لونها ابيض، هل هعرف افرق بينهم ولا هيبانوا لي لون واحد؟ يبقى انا لو مقلل الديناميك رينج هيبان لي الاثنين لون واحد صح كده، فمش هعرف افرق بينهم. طب لو عليت الديناميك رينج ال 81 هنا، ده الفاتي اهو، وال 96 هنا، ده الهيمانجيوما، هل اعرف افرق بين اللونين دول؟ او لا؟ اعرف افرق ولا لا؟ اعرف. يبقى لما عندي تو ليجنز جنب بعض لونهم قريب من بعض، اعرف افرقهم لو عليت الديناميك رينج. انا مش فاهم سؤالك خالص يا سوزان، مستغربه، مش فاهم. ده كده بالنسبه لي الديناميك رينج هنا، حوالي 20. ازاي الثلاثه؟ انا ما قلتش ثلاثه خالص، ده 5 وده 20. انا لما عليت الديناميك رينج عرفت احطهم في مكانين مختلفين، الهيمانجيوما حطيتها في الابيض الفاتح، والفاتي ليفر حطيته في الرمادي الفاتح، انما هنا حطيتهم الاثنين في سله واحده اللي هو الابيض، فمش هيبان لي بالسونار. طيب نركز. الحاله دي اللي بعتها لكم على الجروب امبارح، بص كده ركز معايا، دي لسه مصورها امبارح. الفريكوانسي هنا واحد اللي هو الستة، حد لسه مصورها امبارح على الجهاز عندي. الديستانس 6.5 و6.5 واحد صح كده، الجين 41 41 واحد ماشي، الفريم ريت 51 51 واحد. طيب الحالة دي كان فيها سبسبتيت يوترس ماشي، شايفهم في الصورة رقم واحد أحسن ولا الصورة رقم اتنين؟ رأيك إيه؟ شايفهم في الصورة رقم واحد أحسن ولا الصورة رقم اتنين؟ كله بلا استثناء متفق إنها في الصورة رقم واحد، في حد بس مختلف وقال اتنين، مش عارف ليه. مين اللي اختلف وقال اتنين؟ هل أنت شايف هنا أوضح؟ اللي شايف رقم اتنين هل هنا شايف هنا أوضح؟ أنا لا، أنا معرفش، أنا شايف هنا درجة سواد ماشي تمام خلاص. ركز بقى معايا، كل اللي عملته أنا هنا إيه؟ ركز يا شباب، هنا في الصورة رقم واحد كان الديناميك رينج 240، يعني خليته يحط لي 240 لون، فالاندوميتريوم مثلا هفترض معاك الاندوميتريوم اهو، وده المايوميتريوم، هنفترض ان الاندوميتريوم ماشي، هندي لهم ارقام دلوقتي، هنفترض الاندوميتريوم مثلا عند 35، بفترض معاك ارقام مثلا، او بلاش 35 لا خليه اكتر شويه، 55 لا ده سونار عادي، ده بطن وحوض عادي، ده سونار ابدون عادي. هنفترض الاندوميتريوم، ما حدش يسال بس اسئله بره 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 الحاجه يا جماعه عشان ما تشتتش، الله يكرمكم، الله يرضى عليكم، ما حدش يسالني اسئله بره الموضوع عشان ما تشتتش. والمايوميتريوم، مثلا عند 35 ماشي كده، افترض معايا ان الاندوميتريوم 55 والمايوميتريوم 35، ونفس القصه هنا 55 و35. بص بقى هنرجع للصوره اللي فاتت، لما انا كنت مقلل الديناميك رينج، مخليه 5، مقلل الديناميك رينج مخليه 5، فزيرو 20 40 60، فحط لي هو سحب المايوميتريوم حطه هنا صح، ما بين ال 20 وال 40، والاندوميتريوم حطه هنا. بص الديسكريبنسي بين اللونين دول عامل ازاي، لما انا جيت حطيتهم عملته 240 او عملته كتير قوي،
عم عملته كتير قوي، حطيت سي مثلا ال 35 هنا وال 55 هنا. بص الديسكريبنسي بين اللونين دول، وبص الديسكريبنسي بين اللونين دول، ايه رايك مين اوضح، واحد ولا اتنين؟ ايه رايك مين الديسكريبنسي الفرق واضح اكتر، واحد ولا اتنين؟ ممتاز. يبقى بقى يعني ايه، نركز كده ونجمع كلامنا. في بعض الاحيان لما يكون في تو ليجنز قريبين من بعض، مثلا هنا وهنا، وانا عايز افرقهم، هزود الدايناميك رينج قوي عشان يفرق لي ده عن ده ويدي لده درجه وده درجه فاقدر اميزهم. ولما يبقى تو في تو ليجنز بعيد عن بعض شويه وعايز ازود الديسكريبنسي بينهم، بقلل الدايناميك رينج. تمام؟ فانت عشان تعرف الحكايه دي تعمل ايه؟ كل ما تلاقي الصوره فيها ابيض اكتر، واسود اكتر، اعرف ان الدايناميك رينج قليل. كل ما تلاقي الصوره كلها سايحه على بعض، درجات رمادي، اعرف ان الدايناميك رينج عالي. مش كده؟ يبقى كل ما الدايناميك رينج قليل، كل ما الاسود اسود والابيض ابيض، كل ما الدايناميك رينج عالي هيدي لك كميه درجات من الرمادي غير طبيعيه لدرجه مش هتعرف تفرق من بعض قوي. طيب نكمل. بص برضو هوريك حاله تانية، الحاله دي برضو صورتها عندي في المركز امبارح. تعال نشوف واحده واحده. ده الفريكوانسي، اهو فريكوانسي وفريكوانسي، وده الديستنس 14.8 و14.8، وده الجين 16 و16، وده اولموست الفريم ريت 52 52 مثلا، ماشي. والاي تاتش شغال في الاثنين، والاي كلير عند 3 في الاثنين، جاي لك حالا، والاي بيم في الاثنين. تمام؟ اتبقى ايه بقى عندي؟ الديناميك رينج هنا 240 وهنا 30. العيان ده كان عنده بروستاتيك خفوا الاسئله شويه يا شباب، هديكوا وقت الاسئله، محدش يسال، هديكوا وقت الاسئله، هنشتت بعض بعد اذنكم، مش عايزين نشتت بعض، خلينا هديكوا وقت الاسئله، اسالوا في اللي انتوا عايزينه، نركز. بص يا سيدي، هل انت شايف الستون، في صورة واحد أحسن ولا في صورة اتنين؟ هل أنت شايف الستون في صورة واحد أحسن ولا صورة اتنين؟ ممتاز، أنت شفت الستون في صورة واحد أحسن. ليه أنا عملت كده؟ لأن أنا غيرت الدايناميك رينج، بتاعي، قللته. يعني عملت إيه؟ قلت له والنبي خليلي الحاجة البيضة، لونها ابيض والحاجه السمراء لونها اسمر، ماشي. خليته قلت له خلي لي الموضوع بوضوح، الابيض ابيض والاسمر اسمر، ما تعمليش درجات رمادي، فهنا قال لك طيب حاضر، انت عايز اقلل الكلام يعني اخلي حاجات سوداء وحاجات بيضاء، فتلاقي مثلا الفلويد اللي في اليورينري بلادر لونه اسود صريح، اسود كويس قوي، ماشي. انما بص اليورين اللي هنا انت مش شايفه، اولموست انت مش شايفه من حتى الوول بتاع اليورين بلادر. هنا يمكن انت عارف تحدد الوول بتاعت اليورين بلادر والسواد بتاع اليورين، هنا انت مش عارف. فهتقعد تلعب، ثانية واحدة يا شباب، هتقعد تلعب في الدايناميك رينج بتاعك، لغايه ما توصل لاحلى صوره انت شايفها، ماشي. فانت الدايناميك رينج ده من الحاجات اللي احنا ما بنغيرهاش، لازم تتعود تغيرها، ماشي. طيب انتوا عايزين تعرفوا عشان غالبا جايه، ثواني. طيب
بص، الدايناميك رينج هتلاقيه على الجهاز عندك في زرار كده او بتاع كده، علامه كده اسمها دي دايناميك رينج او دايناميك رينج او دي ار، بتزودها وبتقللها براحتك، بتزودها وتقللها براحتك. في بعض الاجهزه التانيه بيبقى بشكل تاني. طيب معلش، عشان اتكلمنا كتير في الموضوعين دول، دايناميك رينج والتي جي سي، فتعالى نجمع مع بعض، تعالى نجمع مع بعض بسرعه. البي مود بتاعك بنختصره في كلمه ايه؟ البي مود بتاعك بنختصره في كلمه ايه بدر؟ بي دي بي دي ار، ماشي. طيب البي اللي هي ايه؟ قلنا عليها اللي هي ايه؟ برايتنس. برايتنس، تمام. برايتنس عندك بنتحكم في كام زرار؟ اي حاجه فيهم قول لي ثلاثه، اي حاجه فيهم قول لي ثلاثه. اول زرار فيهم اسمه الاوفر اول جين. الاوفر اول جين، ماشي، ممتاز. يبقى اول زرار فيهم الجين. تاني زرار اللي هم مجموعه الزراير اللي على جنب اللي اسمهم التي جي سي. تالت زرار اللي هو الدايناميك رينج، ده بيبيض لي ويسود لي الصوره. الثلاث حاجات دول بيبيضوا لي ويسودوا لي الصوره. طيب والدي هنتحكم في كام حاجه؟ الدي هنتحكم في كام حاجه؟ على طول تجاوبني ثلاثه، على طول ما تفكرش، جاوبني في ثلاثه على طول في كل واحده فيهم. طيب اول واحده فيهم زرار الدبث نفسه، تاني واحده زرار، ممتازين انتوا، ممتازين ما شاء الله عليكم، زرار الزوم. ثالث واحده الترابيزويد فيو او الوايد فيو. ناقص لنا مين؟ الريزوليوشن. ناقص لنا الريزوليوشن، اسهلهم على الاطلاق، اسهلهم على الاطلاق. ريزوليوشن، الريزوليوشن بنتحكم فيه، الريزوليوشن بنتحكم فيه عن طريق حاجتين. اول حاجه الفريكوانسي، الفريكوانسي. تاني حاجه الفوكس نمبر، الاثنين بحرف الاف، فريكوانسي والفوكس، فريكوانسي والفوكس. الفريكوانسي قتل بحثا، كل ما نزود الفريكوانسي الصوره هيحصل فيها ايه؟ هتتحسن الريزوليوشن، يتحسن ولا يوحش؟ بالظبط، ممتاز يا ام كلثوم، ممتاز. يتحسن تزيد كل ما زود الفريكوانسي اللي هو زرار اف 10 ده، هتلاقي الزرار عندك في زرار فريكوانسي هتلاقي الصوره اتحسنت. بس ايه اللي بخسره؟ ايه اللي بخسره لما بتحسن الصوره؟ ممتازين، البنتريشن، انا اعرف اخترق لغايه فين، البنتريشن. طيب بقى عندي زرار تاني اللي اسمه الفوكس. الفوكس هتلاقي عندك دايما في الجهاز مثلث ابيض كده، مثلث ابيض كده. طيب سؤالي، بص الحته دي كده، بص الحته دي كده من الانتما، وبص الحته دي كده من الانتما، مين فيهم اوضح بالنسبه لك؟ رقم واحد ولا رقم اتنين؟ مين فيهم اوضح بالنسبه لك؟ رقم اتنين، صح كده؟ طيب يبقى قاعده حطها في دماغك، قاعده حطها في دماغك، دايما زرار الفوكس عند الحاجه اللي انا عايزها او جاست تحتيها، ما حطوش بعيد كده، ما حطوش بعيد كده، حطه عند الحاجه اللي انا عايزها او جاست تحتيها، ماشي. يبقى الفوكس بحطه عند الحاجه اللي انا عايز اشوفها او جاست تحتيها. بص كده الصوره دي، انا كنت حاطط الفوكس هنا، فبان لي هنا في حاجه غامقه لدرجه ان افتكرت ان في ليجن، قمت منزل الفوكس لقيت الحته دي واضحه، لقيت الحته دي واضحه، تمام. يبقى اسمه الفوكس بوزيشن. الفريكوانسي طبعا، بص اما انا كنت شغال على فريكوانسي 6 ده فريكوانسي قليل، ماشي، تحس ان الفيزل جواه حاجات رمادي كده، رماديات جواه. لما طلعت ال 12 تحس ان بتاع اسود كويس وبقى زي الفل. فكل ما تعلي فريكوانسي كل ما الريزوليوشن ووضوح الصوره بتاعك هيبقى احلى. طيب في زرار في كل الاجهزه عندك اسمه تي اتش اي، زرار اسمه تي اتش اي، تيشو هرمونيك ايميجنج. دايما خليه اون، دايما خليه اون. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، ده خلينا نقول الثلاثه بقى مع بعض كده، الثلاثه بتوع الريزوليوشن، الثلاثه بتوع الريزوليوشن. اول واحد الفريكوانسي، قلنا هنفتكر حرف الاف،
تاني واحد الفوكس، تالت واحد التي اتش اي. التي اتش اي خلاص اون على طول، خليه اون على طول، طول ما انت شغال خليه اون، ماشي كده؟ طيب ده زرار الفوكس بوزيشن، ده زرار الفوكس بوزيشن. لما تحرك البقره دي يمينا ويسارا الفوكس هيطلع، المثلث اللي كان هنا ده هيطلع او ينزل لتحت. دي اسمها فوكس نمبر، اللي فوقيها اسمها فوكس نمبر. يعني ايه فوكس نمبر؟ انت عايز يبقى عندك كام فوكس في الصوره، كام فوكس في الصوره. طب ما انا كل ما اخلي الفوكس اكتر يبقى احسن عشان تخلي الصور عندها حلوه. لا، كل ما بتزود الفوكس الريزوليوشن العام بيقل. فاحنا بالعكس، احنا عايزين نشتغل على فوكس واحده على التارجت اللي انت عايزه، على التارجت اللي انت عايزه. فما تزودش الفوكس نمبر، لان لو دوست على الزرار ده هيزود لك الفوكس نمبر. طيب ثالث زرار اللي هو الفريكوانسي، الفريكوانسي ده هنا 10، لو عملته كده هينزل ل 8، ولو عملته كده هيطلع ل 12. فطبعا كل ما الحاجه تبقى سوبرفيشال وقريبه منك علي الفريكوانسي بتاعك واستخدم احسن ريزوليوشن. تمام؟ طيب هنا بيقول لك ان هو اكتف التي اتش اي، اكتفها ماشي. فالصوره الفيزل اللي كان باين فيه بياضات جواه كده اتلغت وبقى فيزل واضح، او الصوره نفسها ظبطت الالوان بتاعتها شويه ماشي. انت بس عندك خلي تي اتش اي ده بوزيتيف على طول ماشي. حد فاكرهم؟ حد فاكر التسعه بتوع البي مود؟ حد فاكر التسعه بتوع بي مود يعرف يسمعهم لوحده؟ حد فاكر التسعه يعرف يرصهم ورا بعض؟ حد يقدر يسمع التسعه ورا بعض الاول؟ سمع بس التسعه وبعدين هتلقى منكم الاسئله براحتكم. ها ماشي، قول يلا. الكلمه الاساسيه بدر ماشي. البي البرايتنس فيها كام حاجه على طول؟ انا اي حاجه اقولها لك قول لي ثلاثه. فيها ثلاث حاجات، ايه هما بقى؟ البرايتنس فيهم ثلاث حاجات اللي هما ايه؟ البرايتنس الاول، خلينا في البرايتنس الاول، فيهم ايه؟ الجين وال تي جي سي والدايناميك رينج، ممتازين. طيب وبعد كده الدبث، الدبث فيه كام حاجه؟ دبث وزوم ووايد فيو او ترابيزويد فيو، ممتازين ممتازين. ريزوليوشن عندي ثلاث حاجات، ريزوليوشن عندي ثلاث حاجات، ايه هما؟ فريكوانسي وفوكس وتي اتش اي. حد عنده اسئله؟ طب هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه بس معلش معلش قبل موضوع الاسئله. بعد المحاضره اتفرجوا على الفيديو اللي انا بعته لكم على الجروب بتاع البي مود، اتفرجوا على الفيديو وبعدين اسالني على اللي انت عايزه، لان انا الفيديو مطبق لك الكلام ده عملي على حاله ماشي. فاتفرج عليه، وبعد كده بعد ما اتفرج عليه وانت سمعت الكلام طب قول لي اللي انت عايزه، قول لي اللي انت عايزه. نخش على الكلر، نخش على الكلر. انا بعت لكم الورقه، ممتازه 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 يا رويده. الورقه يا شباب النهارده اول يوم هنبدا، معلش لازم تبعت لي الورقه دي بعد المحاضره، الورقه دي لازم تبعتها لي بعد المحاضره. الناس اللي لسه بادئه جديد معانا، هتجيب ورقه بيضة وتقسمها نصين، ويا حبذا يبقى كشكول تعمله للكورس، حبذا يبقى كشكول يتعمل للكورس ماشي. طيب ركز معايا، هنكتب هنا ان احنا هنتكلم في حاجتين، ماشين سيتنج، وبعدين هنتكلم هنا في الفلو هيموداينامك. طيب في الماشين سيتنج عندنا البي مود، بعدين الكلر، بعدين البالسد ويف او الدوبلر. افتكر بي سي دي، بي سي دي. البي مود اتكلمنا في تسع حاجات افتكرناهم بكلمه بدر، بعدين بي دي ار 3 في 3 برايتنس، برايتنس، وعندنا الاوفر اول جين والتي جي سي، وقلنا التي جي سي الاحسن فيها تبقى مايله لتحت، والتي جي سي والاوفر اول جين والدايناميك رينج اللي هو الجريد اوف جرينس درجات الرمادي. الديستنس اتكلمنا عن الديبث والزوم والوايد فيو اللي كان ليه اسماء ثانيه. بعدين الريزوليوشن اتكلمنا عن الفريكوانسي والفوكس والتي اتش اي اللي دايما نخليه اون. تمام؟ الورقه دي يا شباب تكتبوها، وبعد اذنكم بعد المحاضره تتبعت، بعد اذنكم بعد المحاضره تتبعت، الله يكرمكم. عايز اتاكد ان الناس ركزه وبتكتب في المحاضره. تمام؟
طيب نخش على الكالر مود. خش على الكالر مود. انت وانس انك دوست على الزرار ده هيأكتف الكالر، خلاص هيأكتف الكالر، تمام كده. طيب اكتفت الكالر، ايه اللي بيطلع عندي؟ بيطلع عندي حاجات كده بقى عايزك تركز فيها شوية، بيطلع عندي حاجات عايزك تركز فيها شوية. بص يا سيدي، نقول بس الأول، طيب خلينا نقول، طيب هفتكر كلمتين بحرف الاس أول ما أدوس على كلمة color، هفتكر كلمتين بحرف الاس وحاجة نزودها وحاجة نعكسها، حاجة نزودها لفوق أو لتحت نزودها ونقللها وحاجة نعكسها يمينا أو يسار. سهلة كده؟ يبقى اس اس نزود نعكس، يبقى color اس اس نزود نعكس. البي بدر، خلاص انا هحفظك الحاجات بالاختصارات كمان عشان تطلع حافظ المحاضره بالزاويه. طيب بص نرجع تاني كده، تلاقي اول ما تدوس على زرار كلر بيفتح لك حاجه اسمها ستير، وهتلاقي عندك سكيل، يبقى دول التو اس، الستير والسكيل، ماشي. وبعدين في زرار اسمه انفيرت، ده اللي بنعكس بيه، بنعكس. وبعدين في زرار اسمه الجين، زرار الجين، زي ما في البي مود، زي ما في البي مود لما لعبت فيها يمينا ويسارا كده زودت الجين، الكلر لو حودت فيها يمينا ويسارا كده هتزود الجين بتاع الكلر. تعال نشوف الكلام ده، بص كده. طبعا الاستير قتل بحثا محاضرتين اللي فاتوا، قلنا الاستير وطبقناه لما يعني ايه خلاص حفظنا كل كلمه فيه. طيب معلش اتاكد بس ان حضراتكم فاهمين، معلش. هنا البرو بيبقى عند واحد ولا عند اتنين؟ بس اتاكد بس ان حضراتكم فاكرين، البروب عند واحد ولا اتنين؟ ممتازين. طيب لو انا عندي كلر ماب للجهاز ده، بما ان الدم ماشي كده، يبقى الاحمر بتاعه فوق ولا تحت؟ الاحمر بتاعه يبقى فوق ولا تحت؟ ممتازين. طيب انتوا كده فاكرين الحمد لله، ممتاز ممتازين. طيب يبقى الاستير هنقعد نغير فيه، وخلي بالك نفس الفيزل، نفس الفيزل ممكن يدي لك احمر، ممكن يدي لك ازرق، يدي لك لون وحش لو انت واقف بيربنديكولار على طول عليه، فعايز تميله يمينا يسارا زي ما انت عايز. المهم تبقى عارف اتجاه الدم ماشي كده ولا ماشي كده، ودي طبعا عرفناها المره اللي فاتت اتجاه الدم ماشي ازاي، قلنا هنعرفها ان احنا ننزل كده ونشوف البروب هنا والدم كده جاي ناحيتي يبقى الدم ماشي كده وهكذا، دي قلناها المره اللي فاتت مش هنعيدها بقى تاني. بأول زرار اللي هو زرار الستير، أول زرار اللي هو زرار الستير. ركز بقى وفوق لي في زرار السكيل، لأن ده مهم جدا 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 جدا. بص بقى ركز معايا وفوق لي، الله يكرمك، ركز معايا وفوق لي. بص دي عندي اسمها كلر ماب، صح كده؟ دي الكلر ماب، قلنا بنعرف منها حاجتين، اللي جاي ناحيتي اللي هو لونه احمر، صح؟ اللي جاي ناحيتي، واللي ماشي بعيد عني، بس كده لا، وبعرف اعلى سرعه جايه ناحيتي، اعلى سرعه جايه ناحيتي، بمعنى لو حاجه جايه لي ناحيتي بسرعه 30 سنتي بير سكند هديها الاصفر الفاتح، مش كده؟ لو جايه 30 سنتي بير سكند هديها الاصفر الفاتح. طيب تمام، لو قلت لك ان البورتال ده الدم ماشي فيه بسرعه 15 سنتي بير سكند في الصوره دي او في الصوره دي، في كل الحالتين ماشي بسرعه 15 سنتي بير سكند. طيب بص كده ركز معايا بقى في الصوره رقم واحد، ركز معايا في الصوره رقم واحد. انا قلت اولا كده الدم جاي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني من وجهه نظركم، بما انه احمر جاي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني؟ ده جاي ناحيتي، صح كده؟ في المرتين جاي ناحيتي، ممتاز. طيب هنا قلت له حاجه، هنا قلت له حاجه، بعد اذنك يا جهاز، بعد اذنك يا جهاز، لو الدم ده جاي لي بسرعه 500 اديله اصفر فاتح. قال لي لا والله مش 500. قلت له طب معلش عند 250 في نصها اديني احمر متوسط. قال لي والله برضو الدم مش جاي بسرعه 250. طيب عند 125 اديني نص الاحمر المتوسط، ده يعني احمر غامق هنا. قال لي لا برضو مش جاي بسرعه 125. قلت له طب نصها كمان عند 60 ولا عند 50 اديني احمر غامق قوي. قال لي والله. قلت له امال هو جاي امتى؟ قال لي ده بسرعه 15.
طب سرعة 15 دقيقة ده ما هتديها له فين؟ قال لك هديله لون اسود. سرعة 15 دي هديله لون اسود. اه سوري انا بعمل بالاسود اصلا، سوري، هديله لون اسود، فالدم هيبقى جاي هنا، فالدم اللي ماشي بسرعة 15 هيترسم بسرعة 15 هنا اللي هي سودة اصلا. قمت انا جاي مقلل السكيل بتاعي، دوست على زرار سكيل اللي شفناه من شوية، زرار سكيل اللي شفناه من شوية اللي هو ده، بص هنا، قمت جايبه مثلا على 27، قمت قللته، قللته كده جايبه على 27، قللت السكيل بتاعي. طيب نروح كده، طيب قلت له بعد اذنك اعلى سرعه عندك، هنا كنت قايل له اعلى سرعه عندك خليها 500، هنا بقول له لا اعلى سرعه عندك اللي هتديها اصفر خليها 30. قال لي حاضر. قلت له طيب اللي تجي لك بسرعه 15 اديها احمر متوسط. قال لي طب ما انت الفيزل بتاعك جاي بسرعه 15 هدي له احمر متوسط. تمام. فالقصه هنا عملت ايه؟ ظبطت السكيل اكوردنج للسرعه. طب وانا اعرف سرعه الفيزل؟ لا، امال انا هعمل ايه؟ هبدا اقلل او اعلي الفيزل لغايه اقلل واعلي السكيل، ماشي؟ لو طلعنا القصه كده، محدش يسال سؤال هيجي لسه، محدش يسال سؤال هيجي لسه، صبرا يا شباب بعد اذنكم. يلا نقول تاني، بص هنا، ركز معايا، ركز معايا يا شباب، بص، لا خلينا نقول الصورة اللي جاية هتوضح لك الدنيا أكتر. ركز معايا. هنا قلت له خلي السرعة 10، يبقى اللي جاي لي بأحمر فاتح هخلي له سرعة عند سرعة كام؟ 10، ماشي كده؟ ركز معايا قوي في دي. يبقى هنا سرعة 0، هنا سرعة 10، نصهم سرعة 5، صح كده؟ طيب. ويبقى هنا قسمت كده 1 2 3 4 مثلا، وهنا 9 مثلا 10 وهكذا. فاهم القصه؟ فاهم؟ طيب انا قلت له ظبط لي السكيل على 10. قال لك طيب بص، دول كلهم نفس الفيزل، دول كلهم نفس الفيزل. برضو الناس بتسال، برضو الناس بتسال يا شباب، شباب ركزوا، الله يكرمكم، ركزوا في اللي انا بقوله، وهديكم وقت والله كافي جدا للاسئله، اللي عايز يسال اي حاجه هديله. طيب 40 سنتي بير سكند، حلو، هيجي الدم، هيجي الدوبلر يرسم لك السرعه دلوقتي ماشيه في الفيزل ده بسرعه 40، فيطلع يطلع 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 يطلع، خلص من 0 ل 10. طيب هو لسه عنده سرعات اكتر من كده صح؟ هو كده خلص لغايه 10، هو سرعته 40، يعمل ايه؟ يلف وياخد من تحت 10 كمان، ماشي؟ يعمل ريفيرس، ماشي؟ فيمشي هنا من سرعه 20، يقول لك انا هبدا هنا من سرعه 10 لغايه 20. خلص ولا هو لسه 40؟ ولا هو لسه 40؟ خلص ولا لسه 40؟ لسه، صح كده؟ يقوم عامل ايه؟ يقول لك طب كمل لي تاني، معلش، يبقى من سرعه 20 ل 30 خدها لي احمر. خلص عند ال 30 برضو؟ لا لسه تاني، يقوم واخد لي من سرعه من 30 ل 40 ياخدها لي ازرق. يبقى من سرعه 0 ل 10 خدها لي احمر، ومن سرعه 20 ل 30 خدها لي احمر، ومن سرعة 10 ل 20 خدها لي أزرق، ومن سرعة 30 ل 40 خدها لي أزرق. الموضوع ده قمة اللخبطة ولا لأ؟ قمة اللخبطة ولا لأ؟ قمة اللخبطة. تلاقي أنت على الصورة عندك إيه؟ اليزنج ملوش أي معنى. اليزنج ملوش أي معنى، حتة زرقاء في حتة حمراء في حتة زرقاء في حتة حمراء في حتة، لخبطة ما أنتش فاهمها، بنسميها ترو كلر اليزنج. طيب هنيجي إحنا نغير السكيل، نعلي السكيل بتاعنا شويه، نخليه 20، نخليه 20 ونمشي معاه، نقول له سرعه الدم هنا كام؟ 40، ممتاز، ماشي؟ فمشي من 10 من 0 لغايه 20، خلص ولا لسه؟ خلص ولا لسه؟ لسه صح؟ يقوم عامل ايه؟ يقوم لافف من تحت، ياخد من اول 20 لغايه يجي هنا يقف عند 40. عمل لف، لف مره واحده ولا كذا مره زي اللي فات؟ لف مره واحده ولا لف مره واحده ولا كذا مره زي اللي فات؟ مره واحده صح؟ فانت المتوقع عندك تلاقي لونين بس، لونين بس. فاكر انت الفيزل، فاكر انت الفيزل لما قلنا ان السرعات الاعلى بتبقى في النص ولا بتبقى على الاطراف؟ السرعات الاعلى بتبقى في النص ولا على الاطراف؟ السرعات الاعلى فين؟ في النص ولا الاطراف؟ في النص صح كده؟ طيب
هو قال لك اللي من زيرو ل 20 هديها لون احمر، من زيرو ل 20 هديها لون احمر، ومن 20 ل 40 هديها لون ازرق. يبقى السرعات اللي في النص تبان لي لون ازرق ولا احمر؟ تبان الاسرع ولا الابطا؟ اللي في النص تبان لي ايه؟ ازرق صح؟ ولا على الاطراف البطيئه تبان لي ايه؟ ولا على الاطراف البطيئه تبان لي ايه؟ احمر صح؟ طيب هل الكلام ده موجود على الصوره؟ رايك الكلام ده موجود على الصوره؟ اللي في النص ازرق واللي على الاطراف احمر؟ هل انت شايف كده؟ صح؟ ممتاز. يبقى اللي حصل هنا ايه؟ ولف مره واحده، فانا شايف لونين بس، احمر من بره وازرق من جوه، مش شايف لف كذا لون زي ده. مستوعب معايا؟ الصوره واضحه مع الناس؟ الصوره واضحه مع الناس يا شباب؟ في حد متلخبط؟ طب نعلي كمان، نعلي كمان، نقول له نطلع ل 30، نطلع ل 30. بص هيمشي من زيرو لغايه 30 هيديني ابيض فاتح عند ال 30. طب السرعات كده خلصت ولا ناقص لي شويه صغيرين؟ ناقص لي شويه صغيرين ولا خلصت؟ ناقص لي شويه صغيرين ولا خلصت؟ بقى 10 لسه، يقوم عامل ايه؟ 10 ياخد 10 من هنا. طيب فتلاقيه مش زي ده. لا بص هتلاقي شويه صغيرين اهو، برافو عليك، برافو عليك يا مروه، شويه صغيرين بس وفي النص، صح كده؟ شويه صغيرين بس وفي النص، اللي هم دول، اللي هم دول. لكن الباقي وصل لغايه هنا. اه هنا فاتح، هنا احمر فاتح قوي، لان دي اسرع سرعه في النص. هنفترض ان دي 30 ودي 40 ودي 20، فاهم كده؟ كل الدم ماشي في نفس الاتجاه، اوعى تغلط. اللي حصل ايه؟ الالوان بس، الالوان بس، احنا عمالين نغير الكلر، سرعه الكلر ماب عمالين نغيرها هنا، عمالين نغير سرعه الكلر ماب، ماشي؟ طيب نغير كمان، نخليها 40. الدم ماشي بسرعه 40 جوه و20 على الاطراف، يوم 40 جوه يديني احمر من 0 ل 40. هنعكس، هنعكس في الحاله دي، هنعكس في الحاله دي، لا صح كده؟ واللي جوه يديني احمر فاتح صح؟ لانه عند 40 سريع، واللي على الاطراف يديني احمر غامق. ممتاز كده الصوره؟ طيب نطلع تاني ل 50، ل 50 هنطلع فوق ل 50، يبقى دي 0 10 20 30 40 50. يبقى السرعه هتيجي لغايه هنا وتقف، وتقف، يدي لك احمر، يدي لك احمر غامق، يدي لك احمر غامق. ليه؟ لانه ما دخلش خالص على الفاتح، ما دخلش خالص على الفاتح، ما جابش السرعه من 40 ل 50. وضحت الصوره كده يا شباب؟ وضحت الصوره كده؟ يبقى انا كل ما اغير، تعال نجيبها لك كمان مره، كل ما اغير سرعه الفيزل عندي، بدات ب 10 الدم لف مرتين، بدأت ب10 الدم لف مرتين، خد واحد ولفه في الثانيه، فجاب لي اليزنج عنيف، عنيف، لان سرعه الدم 40 وانا مخلي الكلر ماب عند 10. سوري، انا مخلي الكلر سرعه الدم 40، انا مخلي الكلر ماب عند 10، فعمل اليزنج عنيف. عليت ثاني، عليت ثاني عند 20، نفس القصه، فاهم؟ لف مره لفوق ومره لتحت بس، لف مرتين بس، فخلى السرعات العاليه تحت والبريفري هو البطيء. اديت تاني، زودت السرعه تاني 30، فلف مره لفوق وخد 10 بس من تحت، فتلاقي حته صغيره بس الاسرع اللي في النص هي اللي واخده الكلر الفاتح اللي تحت، ماشي؟ قمت مظبطه على 40، قمت مظبطه على 40. يبقى انا هعمل ايه بقى وانا شغال؟ انا هعمل ايه وانا شغال؟ هفضل انزل بالكلر فيلوستي بتاعتي، يعني انا شغال على الجهاز، فتحت على اي فيزل، على اي فيزل، كل انسان ليه سرعته. هفضل انزل مثلا لغايه 20، لقيت المنظر كده، هقوم طالع سنه كمان، اطلع سنه كمان، سوري، اطلع سنه كمان، سوري، اطلع سنه كمان، لقيت المنظر كده، ما زال في شويه اليزنج في النص، اقوم طالع سنه كمان بسيطه. اول ما اوصل للمنظر ده، اول ما اوصل للمنظر ده هقوم واقف واقول دي السرعه الايديال بتاعتي. يبقى انا هنزل بالسرعه لغايه ما يحصل اليزنج، بعدين اطلع بالراحه، ماشي؟ طيب
يبقى نراجع، ظبطت انا وانا شغال، وانا شغال بالكالر مود، ظبطت ستير وسكيل، ستير وسكيل ظبطتهم الاول ماشي، الستير والسكيل بتوعي ظبطتهم، وبعدين والسكيل السرعه ظبطناها على حسب سرعه الفيزل. نبدا نخش على حاجه تانية نزودها اللي هي اسمها كالر جين. اخر نقطه تاني، لا انا هطلع مش هنزل. بصوا يا شباب، شايفه السرعه هنا كانت كام؟ كانت 10، حصل لي اليزنج، فانا هنزل بالسكيل بتاعتي خليها 10 ماشي، هيحصل لي اليزنج مش هيعجبني، اللي هي الصوره الاولى، هقوم طالع ال 20، الصوره رقم 2 مش هيعجبني برضو، هقوم زود تاني، الصوره رقم 3 مش هيعجبني، هزود تاني، اول ما يجي عند الصوره 4 كده، اول ما يجي عند الصوره 4 كده يبقى هنلاقي الفاتح جوه والغامق، الغامق بره والفاتح جوه. طيب في حاجه تانيه، في حاجه تانيه اسمها الكالر جين، في حاجه تانيه اسمها الكالر جين. بص هنا الدم جوه الفيزل، الدم جوه الفيزل، هنا الدم بقى بره الفيزل، فدي اسمها ان انا عليت الكالر جين، عليت الكالر جين، دي اسمها ان انا عليت الكالر جين على الاخر، عليت الجين على الاخر. طب هنا الدم حتى ما بقاش جوه الفيزل، فقللت الجين على الاخر. طيب طب ما انا ممكن هنا اتلخبط يا دكتور، ممكن هنا اتلخبط، ممكن اكون انا مش مظبط السرعات بتاعتي. بص كده ركز معايا، ركز معايا، هنا حتى هنا حتى لما حصل اليزنج جوه الفيزل، حتى لما حصل اليزنج جوه الفيزل، في اي حاجه بره الفيزل؟ في اي حاجه بره الفيزل؟ حتى لما حصل اليزنج في اي حاجه بره؟ مفيش اي حاجه بره الفيزل صح؟ يبقى خلي بالك بقى، السكيل، السكيل هيأثر لي على الفيزل بس، الفيلوسيتي، افتكر الفي مع الفي، الفيلوسيتي هتأثر على الفيزل بس، انما الجين، الجين هيأثر، هيعمل جوه وبره، الجين هيأثر جوه وبره. يبقى انا لما الاقي في حاجه بره الفيزل اعرف ان الجين عالي، اما الاقي حاجه بره الفيزل اعرف ان الجين عالي مش الفيلوسيتي اللي قليله. بص كده، انا السرعه هنا 18، السرعه هنا 18، وهثبتها، وهثبت السرعه، وهثبت السرعه بتاعتي. بص انا هعمل ايه دلوقتي، عمال اقلل الجين واعليه. بص لما عليته خلي بالك السرعه لسه 18 زي ما هي، حصل بليدنج، بنسميها بليدنج او دم بره الفيزل، كان في دم بيمشي. طيب هرجع اظبطها، ظبط كله جوه الفيزل ولسه السرعه 18 برضو، انا هنا ما غيرتش السرعه. يبقى انا اول ما الاقي الفيزل بتاعي في حاجات بره اغير الجين، اما الاقي الفيزل بتاعي في حاجات بره اغير الجين، اما الاقي الفيزل بتاعي في اليزنج جوه اغير الفيلوسيتي. يبقى الفي مع الفي، الفيلوسيتي مع الفيزل، الجين مع اللي جوه وبره، الجين مع اللي جوه وبره. بص هنا انا مقلل الجين خالص، فلا الاقي لا جوه ولا بره ولا اي حاجه، والسرعه عندي 25، عليت الجين شويه، فضل جوه الفيزل، فضل جوه الفيزل برضه، ساعات يبقى جوه الفيزل، ساعات يبقى جوه، سوري، ساعات يبقى جوه الفيزل مالي، وساعات يبقى مش مالي، اهو مثلا حاجه زي كده مالي ماشي. يبقى انا الفكره كلها طالما ما فيش حصل بليدنج بره يبقى انا الجيم بتاعي مش عالي. طيب سؤال، سؤال هنا عندي حاجه بره، يبقى اظبط الفيلوسيتي ولا اظبط الجين؟ رايك اعمل ايه، اظبط الفيلوسيتي ولا اظبط الجين؟ رايك اعمل ايه؟ اظبط الجين بتاعي، اظبط الجين بتاعي. ممتاز. اخر زرار اسمه انفيرت، مجرد ما بتدوس عليه بتغير الكالر ماب، يعني اللي كان جاي ناحيتي كان لونه ازرق، فكان الدم ده جاي ناحيتي، فضل برضو الدم ده برضو جاي ناحيتي، بس انا كل اللي عملته اني دوست على زرار انفيرت فخلى الاحمر هو اللي فوق. يبقى انا قبل ما اقول اي حاجه ابص على الكالر ماب، ودي زرار سهل خالص، مجرد ما ندوس انفيرت بيحصل انفيرت. طيب يبقى انا لو نفتكر كده بسرعه، احنا قلنا في البي مود كلمه بدر وخلصنا منها، البرايتنس والديبث والريزوليوشن، دخلنا على الكالر، ظبطنا الستير بتاعنا، وظبطنا السكيل بتاعتنا اللي هي الفيلوسيتي اللي هي ليها اسم ثالث اسمه بي ار اف، ليها الثلاث اسماء دول واحد حاجه واحده، ودي قلنا الفيلوسيتي تبقى جوه الفيزل، الفيلوسيتي تبقى جوه الفيزل، وبعدين الجين اللي هو جوه وبره، ونعكس اللي هو انفيرت. فنروح الورقه بتاعتنا
ونكتب الكلام ده، يبقى احنا هنا في الكالر عملنا اس اس نزود نعكس اس ستير، اس الثانيه السكيل اللي هي الفيلوسيتي اللي هي البي ار اف تتظبط جوه الفيزل بس، بعدين نزود اللي هو الجين وده اللي هو يتحكم في الحاجات اللي بره الفيزل، نعكس اللي هو انفيرت. دول الاربع زراير بتوع الكالر، الاربع زراير بتوع الكالر. ماشي، لما تلاقي بليدنج قلل الجين. مش فاهم سؤالك يا مروه. طيب نكمل، واللي عنده اسئله هجيله في البريك عشان يسال براحته. طيب عشان ما اعطلش بس زمايلي. طيب نخش على السبكترال دوبلر، دوست على الزرار الثالث اللي هو اسمه سبكترال دوبلر او البالسد ويف، سبكترال دوبلر او البالسد ويف اللي هو الزرار ده. بص بقى، مجرد ما تدوس عليه، مجرد ما تدوس عليه بيفتح لك حاجتين، يفتح لك حاجتين. اللي بدأ يفصل يريح ويحضر بكره. يحصل حاجتين، اول حاجه سامبل فوليوم اللي هي دي سامبل فوليوم. ماشي، الحاجه الثانيه حاجه اسمها الانجل اللي هو الزرار ده، سامبل فوليوم والانجل، سامبل فوليوم والانجل. بص طيب، انا مجرد ما ادوس على زرار سبكترال دوبلر او نزور دوس على زرار سبكترال دوبلر او بالسد ويف، بفتكر من السبكترال كلمه اس، بظبط السامبل فوليوم بتاعتي، بظبط السامبل فوليوم بتاعتي، وبظبط السبيد، وبظبط الانجل تحت 60. يبقى مجرد ما ادوس سبكترال دوبلر كده. والبالسد ويف بتفكرني بي ودبليو، بيز لاين والول فلتر. يبقى خمس حاجات، ثلاثه في الاس وبالسد ويف هفتكر البيز لاين والدبليو وول فلتر، يبقى خمس حاجات. طيب سامبل فوليوم، سامبل فوليوم، بص حط قاعده في دماغك ان انا عايز السامبل فوليوم بتاعتي، السامبل فوليوم بتاعتي تبقى في النص السريع اللي في النص، في النص السريع اللي في النص، وتبقى حجمها تلت الشريان. يبقى ليها قاعدتين، ان هي تلت الشريان والتلت اللي في النص، تلت الشريان والتلت اللي في النص، تلت الشريان والتلت اللي في النص. يبقى لازم اخد اعلى سرعات عندي. ركز معايا هنا، لما كان عندي سامبل فوليوم واخده بس التلت اللي في النص السريع، سوري التلت اللي في النص السريع، رسم لي ويف كويسه وفيها حاجه اسمها سبيكترال ويندو. لما خدتها كبيره قوي رسم كذا ويف جوه بعض، يعني السرعه اللي ماشيه هنا غير السرعه اللي ماشيه هنا، فرسم سرعه كده وجواها سرعه تانيه، فقفل السبيكترال ويندو. فانت حط القاعده دي، لازم يبقى التلت والتلت اللي في النص بس، ده اللي عايزك تعرفه عنها، تبقى تلت الشريان والتلت اللي في النص. عايزك برضو تبص على حاجه هنا، احنا في البي مود اتكلمنا على فريكوانسي، الدبس، الجين، كل ده اتكلمنا عليه، الديناميك رينج. ماشي، في الكالر اتكلمنا عن الجيم بتاعه برضو والبي ار اف اللي هي سرعته. ماشي، هنا برضو هنبدا نتكلم على حاجه اسمها سامبل فوليوم، قد ايه حجمها، قد ايه السامبل فوليوم بتاعتي حجمها قد ايه، والديستانس بتاعتها قد ايه، الديستانس بتاعتها من السكين قد ايه. طيب هنا لما فتحت السامبل فوليوم خدت الارتري وفين، فطلعوا لي الاثنين مع بعض، ارتري فوق وفين تحت. هنا عملت غلطه شهيره جدا عند بعض زمايلنا اللي بيقيسوا سرعات، ان هو اخذ السامبل فوليوم على جنب، اخذ السامبل فوليوم على جنب، فاللي بيمشي على جنب السرعات البطيئه، فرسم لي ويف بطيئه. انما لما جبتها في النص رسم لي ويف حلوه، لما جبتها في النص رسم لي ويف حلوه. طيب يبقى السامبل فوليوم، اول كلمه هنعملها لما افتكر كلمه سبكترال ويف افتكر 3 اس، اولهم سامبل فوليوم، اولهم سامبل فوليوم. تاني حاجه اسمها انجل كوريكشن، انجل كوريكشن اللي هو الانجل بتاعتي العصايه اللي في النص دي، تبقى مكتوب لك بيكتب لك هنا زرار اسمه انجل كوريكشن، يبقى تحت ال 60. اهم حاجه عندي
الانجل دي العصايه دي تبقى تحت الستين، اهم حاجه العصايه دي بتاعتي دي تبقى تحت الستين، ماشي؟ طيب هنا قال لك العصايه دي 86، غلط، هيطلع لك سرعات ملهاش دعوه خالص بالواقع، سرعات ملهاش دعوه خالص بالواقع، لازم تبقى تحت الستين. طيب يبقى السامبل فوليوم التلت والتلت اللي في النص، الانجل كوريكشن تحت الستين. في زرار تالت اسمه سبيد، هوريه لكم كمان شويه، زرار اسمه سبيد هوريه لكم كمان شويه، وده بيتحكم لي انت عايز تشوف كام ويف في الدقيقه، 3 ولا 10 ولا كده. لو صور لي 3 في الثانيه هيبقى سريع جدا، لو قعد يجيب لي بقى واحده بعدين واحده بعدين واحده في وقت طويل هيبقى ده بطيء. واحده فيهم هنستخدمها في حاله التاكي كارديا، لو عيان نبضه بينبض بسرعه. زرار السبيد ده برضو من الزرار اللي ما بنستخدمهاش، هوريه لكم دلوقتي، العب فيه برضو وعود نفسك عليه. الحاجات دي كلها برضو هتشوفها في الفيديو اللي هبعته لكم، هتشوفها في الفيديو اللي هبعته لكم، ماشي؟ فانت عايزها ويف سريعه ولا ويف بطيئه؟ يبقى دول الثلاثه اللي بالاس، السامبل فوليوم تبقى التلت والتلت اللي في النص، الانجل السبيد. طيب بص كده، السبيد اهو، السبيد اهو، ماشي كده؟ دي الدايناميك رينج طبعا بتاعتنا، ماشي؟ طيب دي الانجل، الزرار ده اللي بيتحكم في الانجل، الزرار ده اللي بيتحكم في السكيل، الزرار ده اللي بيتحكم في السامبل فوليوم، ده الفريكوانسي. انا عايزك تبدا تفهم الزراير. في زرار تاني اسمه تريبلكس، تريبلكس، تريبلكس ده يعني ايه؟ تريبلكس ده يعني ايه؟ تريبلكس ده يعني انت عايز الصوره يثبت الصوره، يعني مثلا انت جايب مثلا فيزل اهو لونه احمر وحطيت جواه سامبل فوليوم، عايز الصوره دي ثابته فريزنج وبس الويف هي اللي شغاله، ولا عايز الاثنين شغالين مع بعض؟ لو انت عايز الاثنين شغالين مع بعض خلي التريبلكس ده اون، خلي التريبلكس ده اون، تمام؟ طيب بص، الاربعه دول، الاربعه دول كده كده هنستخدمهم تاني معانا، الاربعه دول هنستخدمهم تاني معانا زيهم زي الكالر، الستير والسكيل والجين والانفيرت، هنستخدمهم هم معانا برضو، تمام؟ طيب تعال نشوف كده، ادي السكيل، السكيل هنا برضو الدم مثلا سرعته، الدم سرعته مثلا 60، فالسكيل طلع عدى ال 40، قام جالي من تحت زي ما عمل مع الكلر، عمل معايا في السبكترال، حلها زود السرعه، خليت السرعه اهي فوق ال 50 عن 80 مثلا، خلاص يقوم راسب لك السرعه عند 60 كده كويس، يبقى ده زيه زي الكلر. نفس القصه هنا، ادي الكلر واصل لفوق خالص، ماشي، قمت مزود الكلر ل 100، هنا كانت السرعه 20 سوري، قمت مزود السرعه ل 100، رسم لي ويف كويسه. نفس القصه هنا. طيب يبقى السكيل زيه زي الكلر، السكيل زيه دي بالسد ويف، زراير بالسد ويف. طيب في زرار تاني اسمه الجين، زرار تاني اسمه الجين اللي هو زرار البالسد ويف نفسه، زرار البالسد ويف نفسه زي البي مود، كان في ثلاث زراير جنب بعض، زرار البي مود والكلر والبالسد ويف، الثلاث زراير دول برضه زرار البالسد ويف ده لو حركته يمينا ويسارا كده بتعمل لي الجين، بيعمل لي الجين بتاع ايه؟ الجين الباك جراوند بتاعت، الباك جراوند بتاعت الصورة، الباك جراوند بتاعت الصورة، هل انت عايزها سودة قوي كده ولا عايزها بيضة؟ ما ينفعش بيضة دي خالص، سودة دي لو لقيت معاها الويف خفيفة ما ينفعش برضو، الويف لازم تبقى أتقل من كده شوية. نبص كده، بص عندي ثلاث حاجات اهو، ده طبعا انا قلت لك في زرار البي مود، زرار الكلر، زرار البالسد ويف، الزرار نفسه بتاع البالسد ويف ده هنحركه يمينا ويسارا هيخلي لي لا اما في بيضات وراها، لا اما الويف نفسها خفيفه، لا اما ويف بيضه وتقيله بس وراها اسود، ودي اللي احنا عايزينها. ليه بقى؟ لان ده ممكن يغير لي السرعات تماما. بص نزلت من 77 ل 50، احنا مش هنعتمد على السرعات كتير في منهجنا، بس انا لازم تبقى عارف القصه منين. تمام اهو نفس القصة، ادي الجين اختلفت السرعات تماما من 50، من 75 ل 50، نتيجة ان انا لعبت كده، لا ده كويس، لا ده كويس اللي وراه ابيض، ولا ده كويس اللي الويف فيه ضعيفة، انا عايز اللي هو ده الويف بيضة وراه اسود، تمام؟ طيب يبقى احنا كده الستير السكيل والجين والانفيرت برضو نفس القصة، انت عايز الانجل الارتري اللي فوق والفين اللي تحت ولا العكس مش فارقة. طيب بس طبعا لو لقيت الويف بتاعتك لتحت، في ناس كتير بتحب تعدلها وتدوس على زرار الانفيرت وتطلعها لفوق.
ناقص لي لما البالس ويف اللي هي البي والدبليو. البي اللي هي البيز لاين، اللي هو ايه البيز لاين؟ الخط الابيض بتاعي ده، الخط الابيض بتاعي ده. ساعات لما الاقي الويف كده، الويف كده، احنا لسه قايلين حل دلوقتي، احنا لسه قايلين حل دلوقتي، لما نلاقي الويف كده والسرعه 15 نزودها، نخلي السرعه مثلا 50، تقوم الويف دي طالعه لفوق. ده حل. الحل الثاني، الحل الثاني اللي ممكن تعمله انك تنزل الويف البيز لاين بتاعك لتحت، ما تخليش الصوره مقسومه نص ونص، ما تخليش الصوره مقسومه نص لفوق ونص لتحت، لا نص لفوق ونص لتحت، لا اخليها يا دوبك عشر لتحت و90% لفوق. ده عشان تعرف تجيب ايه ويف كويس. يبقى البيز لاين ده زرار برضو بنتحكم فيه. الكلام ده كله هتشوفه فيديو، انا محركه فيديو وهتتفرج عليه فيديو، هتتفرج عليه فيديو، ما تخافش هتتفرج عليه فيديو. كل اللي انت بتساله عليه هنجيبه منين، كل اللي انت بتشوف بتسال عليه هجيبه منين، هتتفرج عليه فيديو، انا جايبه لك فيديو، فما تخافش. هنا برضو البيز لاين اهو، قمت نقله منزله لتحت كده، فالصوره بانت عندي كويسه. يبقى دي عندي ليها حلين، لما الاقي اليزنج ارتفاكت بالدوبلر ده عندي فيه حلين، لا اما اقلل البيز لاين، لا اما ازود الفيلوسيتي. اخر زرار عايزك تعرفه زرار اسمه فلتر، زرار اسمه فلتر، وول فلتر. بص يا سيدي، الزرار ده بيعمل الاتي، الزرار ده بيعمل الاتي. باجي اقول له بعد اذنك، بعد اذنك بالاستيكه بتاعتك، بالاستيكه بتاعتك السرعات من زيرو مثلا ل 20 مش عايز اشوفها في الصوره بعد اذنك، فلترها لي، اعمل لي فلتر للسرعات دي. فيبان لي الشكل عامل ازاي؟ يبان لي الشكل عامل كده. شايف الشكل عامل ازاي؟ كل اللي انا عملته له قلت له علي لي الفلتر، طلعت من 75 ل 550، فشل لي الحاجات اللي تحت دي، شل لي الحاجات اللي تحت، فبانت لي بس الويف اللي فوق. ماشي؟ طب لو قللته، لو قللته هيبدا يبان لي حاجات تانيه تحت كمان البيز لاين. طب ليه انا بلعب في زرار الويف فلتر ده؟ ليه انا بلعب فيه؟ ليه انا بلعب فيه؟ لسببين. اولا لان في ناس بتحب تشيل البتاع اللي تحت دي، بيسووها وول سامب، مش عايزك تعرفها ولا عايزك تفكر في حاجه. والحاجه الثانيه ان ممكن حد قبل حضرتك، زميلك ولا حاجه، تخش تلاقي الويف كده، تخش تلاقي الويف كده. حضرتك لو دخلت لقيت الويف كده هتقول لي دي نورمال، حاله نورمال ولا مش نورمال؟ ايه رايك؟ هتقول لي دي نورمال ولا مش نورمال؟ انت لو دخلت لقيت الويف كده هتقول لي دي نورمال ولا مش نورمال؟ هتقول لي شكلها اب نورمال ويف، فيها حاجه غلط. ايه اللي فيها غلط؟ انا مش عارف، بس فيها حاجه مش مريحاني، فيها حاجه صعبه، فيها حاجه مش مدياني راحه، صح كده؟ هتقول لي فيها حاجه مش مدياني راحه، فيها حاجه مش كده. طب ممتاز، ايه اللي انت عملته؟ ان انت قلت له النبي السرعات اللي كانت هنا مكمله كده، الغي لي اللي في النص. يعني كان عندي سرعات مكمله دي كده لتحت، مكمله دي، مكمله هنا لفوق، ومكمله كده، لغيتها، لغيتها. عاملين ايه؟ نقلل الفلتر، نقلل الوول فلتر. هتلاقي زرار على الجهاز اسمه وول فلتر، اللي هو ده دبليو اف، هتقلله، هتقلل الوول فلتر، يقوم مرجعها لك ويف كويسه جدا، رجعها لك ويف كويسه جدا. نروح يا شباب للورقه بتاعتنا ونحاول نراجع مع بعض. معلش هستاذنكم في حاجه، انا همسح الورقه خالص ونكتبها مع بعض من الاول ونفتكر مع بعض. البي مود كان عندنا فيه كام حاجه؟ البي مود كان عندنا فيه كام حاجه؟ بسرعه بقى يا شباب عشان تاخدوا ريست. البي مود عندنا كلمه بدر صح؟ ثلاث حاجات، ثلاثه في ثلاثه صح؟ ثلاثه في ثلاثه ممتازين. كلمه بدر بي دي ار. البي ترمز الى، البي ترمز الى البرايتنس، البرايتنس ممتاز. لعبت في كام حاجه في البرايتنس؟ خلاص انا هنضرب في ثلاثه الاول على طول عشان اثبت المعلومه، هنضرب هنا في ثلاثه وهنا في ثلاثه وهنا في ثلاثه، ممتاز. البي ماشي، نقول البي بقى بسرعه كده مع بعض، ايه الثلاث زراير اللي عندي؟ الاوفر اول جين ممتاز، والتي جي سي ممتاز، والدايناميك رينج اكسلنت. التدريب لحضرتك المطلوب من حضرتك بعد المحاضره انك تبعت لي الورقه دي، بخلاف انك تبعت لي الورقه دي انك تجرب زي زمايلك اللي عملوا يوم الاحد، سوري، زي زمايلك اللي عملوا يوم الاحد كده، زمايلك بعتوا لي الشغل بتاعهم، عملوا الحاجات دي، دخلوا كده افتكروا بسم الله الرحمن الرحيم هغير الجي منين، هغير التي جي سي ازاي، هغير الديناميك رينج ازاي، وتقعد تلعب كده وتشوف هيحصل ايه. طيب الديستنس او الدبس هغير فيها كام حاجه؟
تغير فيها كام حاجة؟ ثلاثة اللي هما دبس وزوم، دبس وزوم والفيرجوال كونفكس او وايد فيو، ممتازين. طيب والريزوليوشن هغير كام حاجة؟ في حاجتين شبه بعض الأول اللي هما الاف والاف اللي هما الفوكس والفريكوانسي، واخلي التي اتش اي تيشو هرمونيك ايمجينج عندي اون على طول. حلو. الكالر اتكلمنا على كام حاجه في الكالر؟ اتكلمنا على كام حاجه في الكالر؟ اربعه، اتنين بحرف، اتنين بحرف الاس، وبعدين سوري معلش البتاع بيلعب عندي، وبعدين نزود ونعكس. طيب خلينا نقول الناكس على طول، ده زرار انفيرت، ده سهل، انفيرت ده سهل، تمام، ده زرار انفيرت، ممتاز. طيب معلش الاستير قتل بحثا المره اللي فاتت، اللي هو تعمل استير للبوكس سواء يمينا او يسارا، تمام. السكيل قلنا ده اللي بيتحكم في اللي جوه الفيزل ولا اللي بره، ده اللي بيتحكم في اللي جوه الفيزل ولا اللي بره، ده اللي بيتحكم في الفيزل صح، الفيزل، الفيزل نفسه، هل انا الالوان فيه فيها اليزنج ولا لا او كده. طيب امال نزود ايه؟ الجين، الجين نزوده، نقوم مخلين الحاجات اللي جوه او اللي بره تاخد كلر. طيب اخر حاجه السبيكترال او البلسد ويف، نقول الاول الاربعه اللي زي الكلر، الاربعه اللي زي الكلر ايه، الاربعه اللي زي الكلر ايه، هما نفس القصه، الستير والسكيل والانفيرت والجين، صح كده؟ طيب الجين تحب الخلفيه بتاعت الصوره تبقى بيضه، تحب الخلفيه بتاعت الصوره تبقى بيضه ولا تبقى الحاجه دي خفيفه، تحب دي ولا دي ولا ما تحبش الاثنين، تحب الخلفيه بتاعت الصوره تبقى بيضه ولا البتاعه دي خفيفه، الاثنين لا صح، تبقى الخلفيه سودة ودي واضحه وصريحه، ودي واضحه وصريحه، ماشي. دول الاربعه اللي زي الكالر. بعدين عندنا كلمه بلسد ويف بتفكرني بحاجتين اللي هما، بلسد ويف بتفكرني بحاجتين اللي هما البيز لاين والوول فلتر، صح كده؟ ممتاز. البيز لاين انا عايز البيز لاين بتاعي يبقى هنا ولا يطلع لفوق زي ما انت عايز، انت عايز البيز لاين ولا ينزل لتحت زي ما انت عايز. الوول فلتر ان انا اخلي، يا شباب اصبروا عليا في القعده اللي لسه ما خلصناش، الله يكرمكم الله يكرمكم لسه ما خلصناش. الوول فلتر ان انا عندي حاجه كده اقوم مفلتر، اقول له بعد اذنك امسح لي الحته اللي من دي، السرعات اللي من دي لدي، امسح لي كده، تمام. فده الوول فلتر. بعدين عندي ثلاث حاجات بحرف الايه، ثلاث حاجات بحرف الايه، ثلاث حاجات بحرف ايه، الاس، اس سامبل فوليوم، سامبل فوليوم، وقلنا اهم حاجه ان هي تبقى فين، سامبل فوليوم تبقى فين، تبقى في التلت والتلت اللي في النص، ممتاز، تلت والتلت اللي في النص. تاني حاجة الانجل كوريكشن، الانجل كوريكشن تبقى اقل من كام، ما تزودش ابدا عن كام، عن 60. بعدين السبيد، السبيد انت بتتحكم في زرار السبيد، لا اما يخلي لك الويف عاملة كده، لا اما يخلي لك الويف عاملة كده، ثواني ارجعها لك تاني، لا اما يخلي لك الويف السبيد، لا اما يخلي لك الويف بتجري زي شريط سريع كده، تلاقي شريط سريع كده عمال يجري قدامك، لا اما تلاقيها بطيئه كده، ما تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. طيب انا مش فاهم اي حاجه بقى من اللي احنا شرحناه ده، خش اتفرج على الفيديو في الريست، احنا معانا ريست حوالي نص ساعه او تلت ساعه، معانا تلت ساعه لغايه الساعه 9 معانا تلت، خش اتفرج على الفيديو، هو تقريبا تلت ساعه، هتلاقي كل اللي احنا شرحناه ده موجود بالتفصيل وفيديو وقدام عينك، خش اتفرج عليه.
لو اتفرجت عليه النهارده او دلوقتي هتلاقي كل الاسئله اللي انت سالتها لي تقريبا متجاوبه. لو حد اتفرج عليه على الفيديو كله وما فهمش اللي انا قلته كله بعد الفيديو بعد ده يبعت لي على الخاص وهفهمه كل اللي هو عايزه. معاكم راحه لغايه الساعه 9، والساعه 9 نتكلم على اهم حته في الدوبلر اللي هي فلو هيمو دايناميك. يلا خدوا ريست يا شباب.